السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي. اليوم 14 لمونديال روسيا 2018 بيشهد أولى المفاجآت بخروج حامل اللقب. حامل اللقب ألمانيا بتودع المونديال من دور المجموعات من 80 سنة. من 80 سنة ألمانيا ما خرجتش من دور المجموعات في بطولات كأس العالم. حامل اللقب يعني بقت لعنة، إن أي حد بيكون أو في الفترة الأخيرة إن أي منتخب بيكون حامل اللقب بيخرج على طول في السنة اللي بعديها من دور المجموعات. لو نفتكر فرنسا 98 خرجت في 2002، والنهاردة منتخب ألمانيا بيخرج من الدور الأول. هنتكلم يعني إن شاء الله مع ضيوفنا على يعني الرؤية الفنية والتحليلية لمباراة ألمانيا وكوريا، وأيضا هنتكلم على صعود منتخب السويد على حساب المكسيك. السويد حصلت على المركز الأول، المكسيك المركز الثاني. النهاردة كان في أيضا لقاءين، منتخب البرازيل بيتأهل على حساب صربيا وكوستاريكا وسويسرا، والتعادل الإيجابي 2-2 لكل فريق. مفيش أي مباراة سلبية غير مباراة فرنسا والدنمارك، بالتالي كل اللقاءات هي نتائج إيجابية، وبالتالي لسه مستمتعين بمونديال روسيا 2018. بالمناسبة مونديال روسيا 2018 هو أكتر مونديال تم التسجيل فيه في الضائع 15 عالم، يعني كأس عالم، يعني ما فيش فيه أي نوع من أنواع إن أي اسم كبير هو اللي بيكون مسيطر، لا بالعكس، أي منتخب بيتعب وبيجتهد وبيكون عنده رؤية فنية من مدير فني بيقدروا إن هم ينفذوها بيحصل على النقاط وبيحصل على صعود لدور ال 16. وإحنا كمان ما نستغربش لو لقينا طرفين النهائي منتخبين عاديين مش من المنتخبات، يعني لو ما لقيناش فرنسا والبرازيل الأرجنتين كل المنتخبات دي كلها عادي ما نتفاجئش. كل المستويات بقت واحدة، خلاص الكرة الحديثة دلوقتي هي اللي بتحكم العالم، وبالتالي عندنا كلام كتير جدا هنقوله مع ضيوفنا الكرام. أيضا كان في مؤتمر اليوم خاص باتحاد كرة القدم، باشمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة يعني اتكلم ووضح فيه بعض النقاط اللي كل الشارع المصري كان بيسأل فيها. شفنا بعض الأسئلة من السادة الصحفيين الكرام اللي كانوا متواجدين في المؤتمر الصحفي، وكلام كتير جدا عن المؤتمر وهنتكلم عليه، وهنتكلم على ايه هي الخطة المستقبلية لكرة القدم ان شاء الله في الأيام القادمة، وان شاء الله ربنا يعني يوفق الكرة المصرية بقى، وإن شاء الله يعني مونديال 2022 نقدر إن احنا نستعدله من دلوقتي. أبدأ مع حضراتكم بالأخبار سريعا، معنا بعض الأخبار اللي لازم تكون معانا في بداية الحلقة. محمد صلاح يقضي أجازته بالتجمع الخامس مع أسرته. محمد صلاح بعد ما رجع أكيد من روسيا بدأ إن هو يخرج و يتفسح ويشم هوا بعد ما كان شفنا كلنا كان مكتئب في روسيا، لكن ان شاء الله خير في بدايه موسم جيده مع فريق ليفربول. تقارير مغربيه، مصر تفاوض رينارد، يا رب كلنا نتمنى ذلك، مدرب محترم عنده اسم وتاريخ كبير في الكره الافريقيه. سعد سمير وتصريح خسرنا امام السعوديه بسبب الاجهاد، يعني ما عنديش رد اقوله بصراحه على موضوع الاجهاد، الاجهاد كان موجود في مباراه روسيا، لكن روسيا والسعوديه الاثنين اعتقد ان دي يعني كلام محتاج وقفه، محتاج كلام كتير للجهاز الفني والجهاز المعاون، خبير يعني مدرب اللياقه البدنيه، كلام كتير جدا خاص بالجزئيه اللي اتكلم فيها سعد سمير. جريده ذا صن البريطانيه تبرز وفاه عبد الرحيم محمد او الكابتن عبد الرحيم محمد بعد صدمه الهدف الثاني للسعوديه في مرمى مصر، ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الفردوس الاعلى من الجنه. بيتزي مدرب السعودية يمدد تعاقده مع المنتخب السعودي حتى كأس آسيا 2019. طبيعي جدا لما يفوز على منتخب باسم منتخب مصر، منتخب ليه تاريخ ومنتخب عنده لعيبة محترفة على أعلى مستوى وأقوى الأندية الموجودة في العالم، لازم طبعا يتم تجديد عقده حتى كأس آسيا 2019. أما مدرب بنما اتكلم سندافع عن شرفنا أمام تونس، منتخب تونس منتخب عربي شقيق في آخر فرصة في الحصول على أي نقطة في كأس العالم بمباراته أمام
منتخب بنما، منتخب بنما منتخب مش قوي لكن منتخب مش سهل، وفرصة منتخب تونس أكيد كبيرة، لكن طبعا بتتوقف على حالة اللاعبين في يوم المباراة. وطبعا يعني تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية تكثف دعمها للمنتخب الإنجليزي. منتخب إنجلترا عنده مواجهة بكرة، هي دي المواجهة المرتقبة والحاسمة للمنتخب الإنجليزي أمام منتخب بلجيكا. منتخب إنجلترا لو قدر أنه هو يحقق نتيجة إيجابية في صالحه كده نقول ان المنتخب انجلترا هو ده المنتخب اللي مرشح، لكن في اللقاءين لقاء تونس ولقاء بنما مش مقياس تماما للمنتخب الانجليزي. مدرب المكسيك الخساره من السويد درس عظيم، منتخب مكسيك قدر يكسب بطل العالم المانيا وبالتالي بيكسب ايضا في المباراه الثانيه مباراه كوريا، لكن بيخسر امام السويد بثلاث اهداف. السويد تستحق ان هي تكون موجوده في المركز الاول بعد الظلم اللي تعرضت ليها في مباراة ألمانيا، وكمان قبل إحرازها للهدف الأول تعرضت إلى ظلم في عدم احتساب ركلة الجزاء في تقنية الفار، ده أنا شايف إن هي ملهاش أي لازمة ما دام هي في الأول في الآخر الحكم بياخد قرار اللي هو مقرره من البداية. وخواكيم لوف ألمانيا تستحق الخروج، يعجبني جدا مدير فني يكون مدرب كبير زي خواكيم لوف يتحمل المسؤوليه ويتكلم على فريقه حتى لو هو وحش، حتى لو هو السبب في خروج فريقه، حتى لو الفكر اللي بيلعب بيه فكر لا يتناسب مع مونديال روسيا 2018، لكن هو مدرب اكيد كبير وبطل لكاس العالم في نسخه 2014 وحامل اللقب قياسي لكوريا الجنوبيه بعد قهر المانيا هدفين مقابل لا شيء. اوليفر كان قميص المانيا ثقيل على اللاعبين، طبيعي جدا احنا بقينا نشوف لعيبه لا تستحق الوجود مع منتخباتها او اللاعب دولي مختلف عن المحلي، في لعبة محليه بتلعب كتيره جدا مع انديتها، لكن اللاعب الدولي ليه مواصفات معينه لازم بيكون موجود عليها علشان يشارك في منتخب بلده. وهنتكلم ايضا على المانيا لما نيجي للفقره اللي فيها ان شاء الله استقبل فيها الضيوف الاعزاء علشان نقول سبب خساره المانيا وخروجها من مونديال روسيا 2018. والاتحاد الالماني لم نفقد ثقتنا في لوف، احنا عارفين ان خواكيم لوف عقده بينتهي في 2020 وبالتالي بعد اليورو القادم ان شاء الله، لكن هو ده الاستقرار، هو ده الرؤيه، هو ده يعني الشغل الصح لاي منتخب عايز ان هو ينجح و يحقق اللي هو عايز يحققه من بطولات في قارته او على المستوى العالمي. سامي خضيره يتحصل على خيبه المانيا، سامي خضيره من الاسباب اللي ظهر بيها المستوى منتخب المانيا ان هو ضعيف، نص ملعب المانيا كان متاثر بشكل كبير بسبب وجود سامي خضيره وتوني كروس، الاثنين ما ينفعش ان هم يلعبوا جنب بعض. سامي خضيره 31 سنه، توني كروس 29 سنه، اتنين لعيبه كوره، فبالتالي لازم يكون موجود واحد يعرف ان هو يعمل دور كاسيميرو اللي بيعمله مع توني كروس في ريال مدريد. وللاسف سامي خضيره واحد من اسباب تدهور نص ملعب منتخب المانيا في كاس العالم. يعني الامن ينقذ مسعود اوزيل من مشجع الماني غاضب، مسعود اوزيل مستويات ضعيفة بيقدمها في بطولة كأس العالم، وأنا عندي وجهة نظر فنية إن اللاعب لما يكون عنده معنى دي عدم استقرار فني في المستوى وتدهور في النتائج وعدم وجود أي طموحات لفريقه، عارفين إن أرسنال بعيد عن بطولة الدوري حتى في اليوروبا ليج خرجت من أمام أتلتيكو مدريد، في الشامبيونز ليج الموسم اللي جاي مش موجودة، فبالتالي ده بينعكس على مسعود أوزيل في بطولة كأس العالم، وبالتالي كان في غضب من المشجعين الألمان اللي الأمن أنقذ مسعود أوزيل من غضبه. وكوليبالي مدافع السنغال افريقيا باكملها تدعمنا في المونديال، عندك حق، يعني احنا يعني واحد من قاره افريقيا فخورين بالمنتخب السنغالي وفخورين بما يقدمه اللاعبون من مستوى جيد ومن اداء رائع، فوز وتعادل في انتظار ان شاء الله الفوز الثاني ليكم والضمان بنسبه 150% للصعود الى دور ال 16، لان منتخب السنغال بالجيل الحالي يستحق انه يكون موجود في دور ال 16 في مونديال روسيا 2018. اما مدرب الدنمارك سنواجه افضل منتخب في المونديال، يعني هنشوف بقى منتخب الدنمارك هيقدر ان هو يعمل حاجه في دور ال 16 ولا لا. يعني منتخب الدنمارك شفنا مباراة سلبية تماما أمام منتخب فرنسا، وبالتالي هما الاثنين صعدوا، هتبقى مواجهة أكيد
قوية جدا للمنتخب الدنماركي. أما صحف كرواتيا تشيد بالعلامة الكاملة وتحذر حارس الدنمارك. كرواتيا والدنمارك مباراة نارية، مباراة قوية جدا، منتخب صاحب العلامة الكاملة 9 من 9، وبالتالي الدنمارك عندها أكيد استراتيجية لعب معينة ممكن تجبر المنتخب الكرواتي أو تستفز المنتخب الكرواتي أنها تدفعه إلى الهجوم ويستغله الاندفاع الهجومي. لكن أعتقد أن كرواتيا واحدة من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم. أنا بتكلم على المستوى اللي ظهروا بيه، لكن الله أعلم إيه اللي هيبقى موجود في مباراة الدنمارك. زي ما احنا قلنا كل حاجة بتبقى واقفة على مستوى اللاعبين خلال اليوم بتاع المباراة. أما حارس فرنسا لا يوجد لاعب قادر على إيقاف ميسي. ليونيل ميسي أكيد واحد من أعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ كرة القدم، وبالتالي شفنا كلنا تألقه في مباراة نيجيريا وإحرازه هدف أول رائع، وأن معظم الوقت كان متراقب من أكتر من 2 لعيبة للمنتخب النيجيري. ميسي مشكلة مع يعني على كل الفرق، مش بس مع ضد فرنسا أو ضد نيجيريا، ونفس القصه رونالدو. الاثنين من اعظم اللعيبه اللي جم في تاريخ العالم، وبالتالي هنشوف مباراه قويه جدا ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الارجنتيني. اما رئيس اتحاد الكره الفلسطيني يهنئ الارجنتين بالتاهل الى ثمن نهائي مونديال روسيا. ليه بقى رئيس الاتحاد الفلسطيني؟ لو نفتكر حضراتكم ان كان في مباراه وديه لمنتخب الارجنتين، كان في طلب من منتخب الكيان الصهيوني ان هو يتم دعوته الى فلسطين للعب في فلسطين، وبالتالي الامر اللي رفضه ليونيل ميسي شاف ان هو ما ينفعش ان هو يكون سفير لحاجات كتيره جدا، سفير النوايا الحسنه وسفير كتير من المنظمات العالميه اللي ليها حقوق زي حقوق الانسان وزي طبعا مؤسسه الطعام العالميه، ان هو يكون موجود مع فريق أو مع كيان لا يتناسب مع شروطه أو مع كونه لاعب كرة قدم وعنده أطفال وهو في الأول وفي الآخر إنسان. فالأمر اللي تم رفضه من البداية، وفلسطين بقى من ساعتها يعني بتقدر ميسي جدا، وعشان كده رئيس الاتحاد الفلسطيني أكيد بيشكر ميسي ويهنئ الأرجنتين إلى تأهل الأرجنتين إلى ثمن نهائي مونديال روسيا. خلصنا مع حضراتكم اخبارنا سريعا، كان معانا بعض الاخبار. يعني هنروح اكيد للفقره الثانيه، فقره اليوم وغدا، ومعانا مباريات اليوم. نستعرض معاكم الاول المجموعه اللقاءات اللي كانت في الساعه 4، وهي مباريات اكيد كانت قويه جدا كلنا تابعناها. هي اولى المباريات كوريا الجنوبيه والمانيا، وفي نفس التوقيت المكسيك والسويد. كوريا الجنوبيه والمانيا 2-0 لكوريا، في مفاجاه كبيره جدا 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 ان كوريا الجنوبيه 3 نقاط من حامل اللقب. كلنا شفنا ان كوريا هدف اول توني كروس هو اللي عمل اسيست الهدف الاول لكوريا الجنوبيه، اما الهدف الثاني مانويل نوير يعني بيكمل سيناريوهات تكملته مع المنتخب الالماني في الهجوم، وقال هي كده خربانه، وبالتالي كوريا الجنوبيه تستغل الثغره اللي موجوده في تقدم نوير وتحرز الهدف الثاني. المكسيك ويعني خساره ب3 اهداف مقابل شيء من السويد اللي تستحق الفوز عن جداره واستحقاق، وكمان عدم احتساب ركله جزاء ليها في الشوط الاول. كلنا شفنا ان في لمسه يد، وبالتالي السويد تخطف فوز من المكسيك وكمان تخطف بطاقة الصعود في المركز. المجموعة الخامسة، النتائج للمجموعة الخامسة. صربيا كانت بتلعب البرازيل 2-0 للمنتخب البرازيلي، وبالتالي البرازيل تتأهل كأول المجموعة. أما المنتخب السويسري المكافح والمجتهد بيتعادل مع كوستاريكا 2-2 و بيخطف بطاقة التأهل في المركز الثاني. ده ترتيب المجموعات بعد الجولة الثالثة. المنتخب السويدي صاحب المركز الأول ب6 نقاط فارق أهداف عنه وعن المنتخب المكسيكي اللي بيتساوى معه في عدد النقاط في المركز الثاني، لكن السويد تتفوق بفارق الأهداف. أما كوريا الجنوبية 3 نقاط من فوز على المنتخب الألماني، والمركز الرابع فضيحة ما بعدها فضيحة، وجود منتخب ألمانيا آخر منتخب في مجموعته مع منتخبات متواضعة في الاسم لكنها قوية في المستوى، 3 نقاط للمنتخب الألماني.
اما الا مجموعه او مجموعه البرازيل، المجموعه اللي احنا كنا بنتكلم عليها في نتائج اخر المجموعه الخامسه، البرازيل ثلاث مباريات 7 نقاط، منتخب سويسرا صاحب المركز الثاني 5 نقاط من 3 مباريات، ومنتخب صربيا في المركز الثالث 3 نقاط، اما اخيرا كوستاريكا في المركز الرابع عندها نقطة وحيدة. أما المجموعة السبعة لقاءات اللي هتكون بكرة، احنا شفنا المجموعة الخامسة والسادسة، بكرة إن شاء الله المجموعة السبعة والثامنة هتلعب. المجموعة السبعة منتخب إنجلترا هيلاقي منتخب بلجيكا، أما منتخب بنما هيلاقي منتخب تونس. كل التوفيق للمنتخب التونسي في مواجهته أمام منتخب بنما. أما المجموعة الثامنة ولقاءات قوية جدا، منتخب السنغال هيلاقي منتخب كولومبيا، ومنتخب اليابان هيلاقي المنتخب البولندي. منتخب السنغال وكولومبيا منتخبات قوية جدا جدا جدا، أو مباراة قوية جدا. منتخب كولومبيا عنده دافع، السنغال عندها دافع، أيضا اليابان عندها دافع، أما بولندا هي خارج الحسابات لكنها سوف تلعب إلى تحقيق أي نقطة تخرج بيها من المونديال. يعني خلصنا مع حضراتكم أخبارنا واستعراض نتائج اليوم والجداول وأيضا مباريات غدا. هنروح لفاصل، لكن بعد الفاصل أستقبل ضيفي الكبير جدا والأستاذ العزيز الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير، علشان نتكلم معاه عن المؤتمر الصحفي الخاص باتحاد كرة القدم وأيضا عن بطولة كأس العالم. نروح لفاصل وأرجع مع حضراتكم في استقبال ضيفي. اهلا بحضراتكم من جديد في المونديال على قناه الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم يعني كلام كتير جدا عن المؤتمر الصحفي الخاص باتحاد كره القدم، ويعني توضيح بعض النقاط اللي هناقشها مع ضيفي الكبير واستاذي العزيز الناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. استاذ جمال اهلا بحضرتك. ازيك عامل ايه؟ الله يخليك يا كابتن. ازيك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. ربنا يخلي حضرتك. طبعا يعني اكيد انا سعيد اولا بوجودي معاك لاول مره يعني مع طبعًا. معاك و لكن انا بتابعك يعني برنامج مميز وله طبيعه خاصه يعني. والله يا فندم ده شرف ليا طبعا. والله انا يعني والله يعني ما بجامل زي حضرتك يعني والله كمان دايما يعني حضرتك اكيد يعني قيمه وقامه كبيره في يعني الرياضه بشكل عام، وبنستفيد والله من تحليل حضرتك. عشان انا قديم في الرياضه يعني عانيت كتير برضه، شفت هزايم كتير وحاجات كتير، فمش اول مره واخفاقات مش يعني اول مش اول متعود على كده. طب هل حضرتك يعني اخد من كلام حضرتك، هل حضرتك شايف ان منتخب مصر في 90 كان اخفاق ولا كان نجاح؟ لا في 90 شوف بقى مع فارق 30 سنه لا نجاح. ان منتخب طبعًا. مصر وهولندا وانجلترا وايرلندا نخرج بنقطتين نجاح. منتخب مصر في الوقت ده هواه يعني كله يمكن محترفين بس يمكن كابتن مجدي طلبه مجدي طلبه ومجدي عبد الغني وكان برضو مشوارهم الاحترافي يعني مش ميسر قوي زي دلوقتي. تمام. يعني انت النهارده اللاعب المصري ممكن ينتقل بشكل اكبر وسوق الانتقالات ممكن يبقى له تواجد فيه. زمان كان كل لعيب بيحترف زي ما بيقولوا بيحفر في الصخر لوحده. يعني مجدي عبد الغني ده طلع لف كده لوحده عشان طبعا. عشان يحقق المشوار ده. مظبوط. مجدي طلبه نفس طبعا. الحكايه. الجميل بقى مجموعه هو مجتمعين على هدف جمعهم. بس يا استاذ جمال هو في الـ في الـ في الكلمه لكن من داخله محترفين. ايوه لا ما يعني عايز أنا... اقول لك ان الكابتن هم من حبهم في الكابتن محمود الجوهري واقتناع الكابتن محمود الجوهري بانه يعمل تجربه للكره المصريه قدر يعمل منهم محترفين بمعنى الكلمه. اصل هو المحترف مش وظيفه بالظبط ولا مسمى. لا يعني ما مش معنى ان انا الباسبور او البطاقه فيها بروفيشنال بلاير مثلا صح. يبقى انا كده. لا الـ زي الـ الاحتراف ده عامل زي الـ اللي هو انضباط التزام طبعا احترام زي العسكري او الضابط. هي على اي وظيفه بيكون فيها العوامل اللي حضرتك بتقول عليها دي بالظبط. اذكر كويس جدا ان الكابتن الجوهري ما كانش بيحظى بتأييد كبار رجال النقد الرياضي. كانش فيه اعلام كتير طبعا. كانش يعني ما كانش فيه 30 سنه يعني ما كانش فيه التلفزيون الفضائيات
فكان اعتماده الأساسي على جيل الصغير من الصحفيين اللي هو كنا احنا. من يعني كنت لسه اقول لحضرتك يعني كنا في الوقت ده. ولذلك كان لما بيجي يعمل المحاضرات بتاعته يشرح فيها هو عاوز يوصل للمونديال، عاوز يعمل كذا، كان بيبقى مشهور قوي ان هو بيعمل زي عارف الحلقات بتاع الدورات الاولمبيه كده او اللجنه الاولمبيه الدوليه. تمام. احدى الحلقات المهمه الاعلام. الاعلام. وكان شغال بقى مع اللعيبه مثلا في نقص في اللياقه، عاوز يعودهم على قوه التحمل، ياخدهم الصحراء حته جبليه مثلا. فاكر طبعا كابتن ربيع، كابتن علاء شاكر اللي كان كابتن ربيع يعني يحكي لك عن القصه دي، يطلعهم الجبل مثلا. تمام. واخد بالك في عز الحر. وده برضو هيجرنا لقصه هم ليه نجحوا، ليه كان عندهم قوه احتمال. يعني ما تشوف مباراه هولندا بعيدا عن الهدف بتاع كابتن مجدي عبد الغني اللي خلاص استريحنا من القصه دي، يعني المعايره بتاعته. انما الاداء ككل، اداء المنتخب ككل، رغم ان كابتن جوهري كان بيتهم انه اداؤه دفاعي، لا اداؤه كان دفاعي وفي جزء هجومي. ضيعنا في ماتش هولندا، يعني في ماتش هولندا ضيعنا اكتر من كوره. ايوه. كابتن احمد الكاس، كابتن جمال عبد الحميد، مجدي طلبه، طبعا كله شارك في تضييع فرص. وهو ده بقى اللي انا عايز اقوله، ده يعني نجاح لان كان هولندا في الوقت ده بطل اوروبا 88 يعني فريق في عزه طبعا في مجده، وانه منتخب مصر يلعب معاه المباراه دي ادى اداء قوي جدا. امام ايرلندا ادى برضو اداء قوي جدا، واكبر الراجل كان جاكي شارلتون تقريبا المدير الفني خرج يصرخ في المؤتمر الصحفي وعادي يعيط، يعني قعد قال كرهوني في الكوره. ما هو يكرهها. لكن حضرتك مباراه انجلترا استاذ جمال، منتخب ما كانش يستحق الهزيمه 1-0. منتخب مصر لو كانت اجمالا بقى كل الناس ليه راضيه عن اداء منتخب مصر في 90؟ لانه حسوا ان لعيبه منتخب مصر يعني بص حضرتك كل اللي عندهم وحضرتك بنتكلم يعني وحضرتك بتتكلم ده كلهم كانوا في منتخب هولندا. يعني بنتكلم على فان باستن، بنتكلم على رايكارد، بنتكلم على خالد بروكلين. بص حضرتك الاطوال، بص خالد ازاي يعني، ما هو ده جيل الذهبي لهولندا. الذهبي لهولندا ولا يتكرر كثيرا. يعني ما شفناش هولندا قبل كده بالقوه دي ولا بعد كده بالقوه دي. يعني ده معناه ان كان المنافس شديد المراس، يعني صعب جدا يعني. طيب اخد حضرتك من كاس العالم 90 بقله الامكانيات اللي حضرتك اتكلمت فيها، بقله طبعا ظهور الاعلام، بعدم تواجد جماهيري في مباراه هولندا، التنقلات كانت صعبه جدا وقتها، والجانب المصري كان قليل جدا، كان في بعثات قليله جدا من الجانب المصري بالظبط والكلام ده. طيب 2018 عندنا لعيبه محترفه على اعلى مستوى، عندنا احسن لاعب في الدوري الانجليزي، عندنا هداف في الدوري الانجليزي، عندنا احسن لاعب في الدوري اليوناني، احسن لاعب في الدوري التركي، لاعب في ارسنال، عندنا لعيبه، عندنا احمد حجازي بيلعب في الدوري الانجليزي، يعني كلهم محترفين تقريبا، وتواجد جمهور كبير جدا في روسيا، والاعلام قوي جدا في 2018 ومساند بشكل كبير جدا للمنتخب، ومجموعة هي الأضعف في روسيا 2018 مع الاحترام يعني كل الفرق اللي موجودة، لكن هي ضعيفة. منتخب أورجواي ومنتخب روسيا ومنتخب السعودية ومنتخب مصر هم الأسماء أقل قوة من باقي المجموعات. طيب سبب ظهور المنتخب المصري بهذا الأداء السيء وبصفر المجموعة والمركز الأخير، ايه الاسباب من وجهه نظر حضرتك؟ خلينا الاول في الكوره والاعداد. تمام. اعداد منتخب مصر لنهائيات كاس العالم في روسيا كان اغلبه كلام، ما كانش على ارض الواقع. تمام. بمعنى ان منذ تاهل المنتخب الى نهائيات كاس العالم من خلال التصفيات الافريقيه امام اوغندا لم يكن امام الكونغو لم يكن هناك برنامج اعداد بشكل اقدر اقول انه ملموس، اعداد ضعيف جدا. مستر كوبا ده رقم واحد،
رقم اتنين مستر كوبر بنشكره على اللي عمله لنا، عشان بس ما حدش يقول ان احنا بننكر ناكل وننكر يعني. تمام. لا هو نجح خلال ثلاث سنين ونص تقريبا انه منتخب، انه يقود منتخب مصر للعوده لنهائيات كاس الامم الافريقيه بعد غياب ثلاث دورات متتاليه، ويصل الى المباراه النهائيه، ويصل بينا كمان الى نهائيات كاس العالم بعد غياب 28 سنه. تمام. ده كله كويس. طب هل الظروف خدمته يا استاذ جمال؟ طبعا طبعا. يعني هل منتخب مصر لو وقع في مجموعه زي المجموعه بتاعت نيجيريا معنا كوت ديفوار والجزائر وزامبيا كان ممكن منتخب مصر ما يكونش موجود؟ لا، ولو منتخب غانا في زي في حالته 2014 في كاس العالم ما كانش هيبقى المنافسه سهله. لكن الحمد لله حظنا ان احنا وقعنا في هذه المجموعه. خلاص تمام. وحظنا اننا وقعنا مع غانا وهي في اضعف حالتها. تمام. ده بيحصل. تمام. لكن بعد بقى انتهاء التصفيات مفيش اي جديد عمله كوبر للمنتخب الوطني. طيب هل ده ما كانش باين يا استاذ جمال؟ ما كانش باين؟ لا كان باين جدا. طيب كان ايه اللي المفروض يحصل؟ هل ان كان يبقى حد عنده الشجاعه ان يقول ان على مستر فيكتور كوبر خلاص كده محتاجين احنا مدير فني عنده رؤيه، ولا الوقت ما كانش يسمح؟ ولو كان تم كانوا هيتهموا اتحاد الكره بالعشوائيه وبعدم اتخاذ القرارات الصحيحه في الاوقات الصحيحه. صعب، كان صعب جدا انه اتحاد الكره ياخد قرار بان يبدا مع مدير فني اخر. تمام. ليه؟ هو اللي وصلك، هو اللي بدا المسيره. لكن احنا كنا بننتظر، يعني الخطا هنا ايه؟ كنا بننتظر من كوبر نفسه ان هو يعني يضم لنا مجموعه اللاعبين، وفي لعيبه كتير مش في المنتخب. يعني النهارده النتائج اللي حققها منتخب مصر ظلمت الكره المصريه طبعا. ليه؟ لانه في لعيبه كتير جدا، مواهب ومهارات ولعيبه كبار جدا، لم يفكر فيهم كوبر على الاطلاق. هو مش منتخب يعني مصر، هو منتخب يعني منتخب 15 لعيب بالظبط. هم 16 لعيب بالكتير. بالكتير. صح صح. 16. مش 23. لا ما قلت عليك منتخب ال 15 لعيب او 16 حلو لعيب. حلو قوي. ال 16 لعيب دول مش ممكن دول هم اللي بيعبروا عن الكره المصريه. لا طبعا فيهم ناس كويسه، لكن في اوقات معينه كانوا متالقين. بعضهم كان متالق في فتره اختيارهم لكاس العالم، ما كانوش في احسن حالاتهم. لا طبعا. يعني على سبيل المثال مروان محسن، اسمه محمد عبد الشافي، تمام، احمد فتحي، تمام، رغم ان هو شوف تاريخ وكل طبعاً ده طبعا. عندك كمان رمضان صبحي، تمام، شريف اكرامي. انا بكلمك على بالظبط بالظبط الاختيار ما كانش يعني كان فيه شيء كبير من المجامله. مجامله ليه؟ هو الراجل يعني اصل انت في كاس عالم، انت مش رايح فرح. انا كنت لسه اقول لحضرتك طبيعي جدا ان انا عندي يعني انا عندي فرق كبير ما بين لاعب كان بيأدي معايا بشكل معين في لحظه معينه، لكن النهارده وحصل ان وقت عدى كتير وحصل تطور في بعض مستويات لعيبه اخرى. ده بقى الصح، انك تبقى كمدير فني موضوعي في الاختيارات، مش بتختار عشان دول الرجاله بتوعي. يعني مع كل الاحترام ليهم انا ما طب ما هو احمد حسن كوكا لما هو استبعد وهو يعني علامات استفهام كبيره ماشي جداً. وهو كان جداً دائم التواجد في المعسكرات كل مع الماتشات شارك فيها وكل البطولات. كويس جدا. حلو. المطلوب بقى اللي كان يحصل انه يتم الاختيار على هذا الاساس. لو كوكا مناسب يتم اختياره، لو مش في حالته يستبعد. اي لاعب ما في يعني ما فيش وجوه جديده خالص في المنتخب. طيب هل ممكن ان مستر هكتور كوبر كان يفكر يا استاذ جمال ان انا ما ينفعش اضم وجوه جديده زي الجمله اللي احنا زهقنا منها ان هم مش حافظين طريقتي وانا واخدت اللعيبه اللي حافظه واللي قادره تنفذ الطريقه الدفاعيه يعني بتاعتي؟ يعني هي الطريقه يعني مش ما انا بقول حاجه الطريقه الدفاعيه هو اعتقد ان اي حد لو طب حضرتك هقول لك حاجه واحنا بنلعب بطريقه دفاعيه يعني ما هو ايوه يعني احنا نفذنا الطريقه الدفاعيه لا احنا يعني احنا لا هاجمنا ولا دفعنا يعني انا عايز اخد حضرتك من الكلام ليه. هل
الطريقه اللي بيلعب بيها مستر هكتور كوبر هي اللي ادت الى تدهور مستوى المنتخب في بطوله كاس العالم، ان هو ما عندوش جديد، ان هي نفس الطريقه، هي نفس الطريقه، نفس العناصر، نفس التغييرات، التشكيل نفس التغييرات، بس اللي احنا مش عارفينه حاجه واحده، توقيت نزول اللعيبه امتى؟ يعني احنا يعني تقدر يعني تتوقعه برضه، ممكن نتوقع، لكن ممكن يعني تجلي في دقيقتين ثلاثه. يعني التوقيت ده متروك طبعا للمدير الفني، لكن احنا لم نتعامل او كوبر لم يتعامل مع مباريات كاس العالم بمستوى مباريات كاس العالم، ولم يتعامل معاها بموضوعيه. طيب هل حضرتك شايف ان لعيبه منتخب مصر كانت بعيده عن مستواها، ولا الضغوطات المحيطه بالمنتخب من ضغوط اعلاميه، من ضغوط جماهيريه، من وجهه نظري اجهاد في السفر من جروزني لكاترينبرج، خطأ كاترينبرج لجروزني، ومن جروزني لسانت بيترسبورغ، يعني منتخب مصر هو اكتر، هفضل اقول كده كل يوم، منتخب مصر هتلعب ثلاث مباريات تمام، لازم تكون في مدينه منهم الاقامه. يعني انا ما اعرفش، يعني النهارده كابتن هاني ابو ريده بيدافع عن الاختيار ده على اي اساس؟ يعني وبعدين مش قصه ان انا بلعب، ما انت ممكن تلعب في دوله ما فيهاش مدينه اسلاميه، ما انت مش رايح تلعب حاجه صح يعني لها علاقه بال. طب انا هقول لحضرتك على حاجه برضو، كان في كلام اتقال من بعض يعني نقاد رياضيين والمسؤولين في الاتحاد الكره، قالوا ان اختيار مدينه جروزني اخترناها علشان يكون لاعب المنتخب في حاله تركيز اكبر. طب ما انا ممكن العب في سان بيترسبرغ واختار مكان بعيد تماما عن التواجد يعني جوه المدينه، هل ده مش صح؟ طب ما هو في جروزني قال لك الاوتيل، قال الحمد لله ما سافرتش الحمد لله، لكن في جروزني بيقول لك الاوتيل ضخم جدا، وهو في مدينه المفروض انها عاصمه لدوله او دويله اسلاميه او مقاطعه اسلاميه. مش دي القصه، ما انت اصل احنا يعني هتروح تقعد في الصحراء مثلا عشان تركز؟ انت ممكن تركز وانت في وسط المدينه بس عايز اقول لك على حاجه حضرتك، احنا شفنا على مر التاريخ ان المدير الفني المصري هو اللي بينجح مع المنتخب. انا ممكن واحد لعبت كوره شويه واحترفت بره شويه، عقليه اللاعب الاوروبي مختلفه عن المصري تماما تماما. يعني احنا يوم الماتش اللاعب الاوروبي بيكون ليه صلاحيات، يتحكر يلعب يلعب يلعبوا شطرنج، يلعبوا كوتشينه، يلعبوا اي العاب ترفيهيه تخرجهم من الاسترس اللي هم فيه. احنا غيرهم بالظبط كده، احنا غير هل حضرتك شايف ان اللاعب المصري محتاج مدير فني مصري عشان يكون فاهم عقليته ايه؟ بمعنى موضوع ان اسر اللعيبه تبقى موجوده لمده ساعتين في قبل يا بقول لك ساعتين بس قبل مباراه اوروجواي. طيب هل ساعتين بس؟ هل حضرتك شايف هل لا لمده ساعتين؟ هل حضرتك شايف هو قال كده؟ يعني سمعت الكابتن هاني بيقول ده هم ساعتين بس يعني تمام. هل حضرتك شايف ان لو كان مدير فني مصري موجود كان هيسمح بده؟ ده اللي انا بتكلم فيه. المدير الاجنبي يقول لك ايه؟ لا مفيش مشكله، احنا ايه يعني عادي، زي حاجات كتير جدا، زي مثلا يوم المباراه. أيوة بس في حاجه، الجهاز ده يا كابتن عمر في مدربين مصريين حلو، صاحب القرار ما هم عارفين تمام. يعني اقصد ايه؟ بينقلوا للمدير موضوع الجهاز المعاون ايه؟ اللي هو المصري. ان هو بيكمل النقط اللي فيها اللي المدير الفني ما يعرفهاش، وبعدين ده راجل كال فات معانا يعني ومتعايش وفاهم يعني. بص التركيز لا في اجنبي ولا في مصري تمام، بمعنى اللي دايما كان بيؤخذ على المنتخب الانجليزي او بيشتهر بزوجات لاعبي المنتخب الانجليزي وجمالهم الاخاذ وموجودين وبيتواجدوا، الكلام ده مش موجود، انتهى خلاص. هي القصه انه انت رايح في مهمه رسميه، والمهمه الرسميه لما حضرتك تحلل كلمه معسكر، الناس بقى من كتر ما بنقولها بقت فاكراها كلمه عاديه. لا لا طبعا، معسكر، المعسكر ده معناه انه غير مسموح في هذا المعسكر بحاجات اللي انت بتمارسها في الايام العاديه بشكل عام طبعا. لا زيارات الا في يعني مثلا بعد ما تلعب الماتش ممكن تقعدوا شويه مثلا، لكن قبل الماتش ما هو هي الفكره كلها مش فكره انه
هي فكره انه بيخرج. ما انا ده اللي بقول لحضرتك عليه ان اللاعب الاجنبي المنتاليتي بتاعته مختلفه. ان هو ممكن طبعًا يحصل له كده بس طبعًا مش هيفك. اللاعب المصري لو اي حاجه حصلت له زي كده بيبدا ان هو يفك عن تركيزه، بيبدا ان هو يفك. كمان داخلين في مباراه مهمه جدا بعد خساره اولى، فبالتالي عايز اسال حضرتك مين اللي مسؤول عن المشاكل الاداريه اللي حصلت داخل معسكر المنتخب؟ اداره المنتخب، اداره اتحاد الكوره. مين يعني؟ هل اتحاد الكوره طبيعي ان هو يسند المهمه الى في مدير منتخب، في في ناس مسؤوله عن المنتخب طبعا. هل يعني كان لابد من اتخاذ اجراء سريع تجاه اللي مسؤول عن واقعه زي مثلا موضوع تصوير اللاعبين داخل غرف نومهم؟ تمام. هل ده، لا احنا مش رايحين نهزر، ما انا ده اللي بتكلم فيه. هل ده كان يصح ان هو يخرج من لعيبه على اعلى مستوى بتلعب في انديه كبيره ولعيبه بتلعب في بطوله ما راحتهاش بقى لها 28 سنه؟ لو اداره اللي هي الاداره المختصه لم تفعل هذا، اداره الاتحاد هي اللي تعمل، هي اللي تجيب اداره المنتخب تلومها وتعنفها بشده، والكلام ده ما ينفعش. انا بقى هفكرك بحاجه، ليه كانوا زمان بيسحبوا بيقفلوا يعني انا في معسكرات فرق كتير سواء منتخبات او انديه، كان اداره بيتفقوا مع اداره الفندق تشيل التلفزيونات والموبايلات وكل حاجه، كل حاجه كانوا بيعدوا بالليل علينا ياخدوا الموبايلات او يعدوا من المنتخبات بعض. وكان هناك اشخاص في الاجهزه الفنيه بيتناوبوا الحراسه على المنتخب او على الفريق. يعني انا كنت بشوفها، يعني احنا كصحفيين بنسهر وبنقعد ومفيش مشكله، لكن انا كنت ساعتها قابل حد من الجهاز الفني واخد نبطشيه حراسه. طب انا احكي لحضرتك على موقف، لكن بعد ما نروح للمؤتمر الصحفي للبشمهندس هاني ابو ريده، ونسمع كلمه من المؤتمر الصحفي اللي تم عقده عصر اليوم وتوضيح بعض النقاط الخاصه بمونديال روسيا 2018. كل واحد في هذه القاعه وكل من يهتم بكره القدم حزين على المستوى قدم في كأس العالم، خاصة المباراتين الأخيرتين. والحقيقة لا أملك إلا الاعتذار لكل من يعمل في الوسط الرياضي بخصوص هذا الأداء. واللي عايز أكده إنه الأداء لما بيكون سيء أكيد أكيد كل الناس اللي كانت بتابع المنتخب في المباريات التجريبية والفترات قبل التأهل كان عندها أمل كبير المنتخب يأدي بشكل أفضل من كده. ولكن الحقيقة احنا النهاردة قلنا برضو نقعد، لأنه خلال الفترة اللي فاتت أقاويل كثيرة بشكل كبير جدا، مش هقول لا اساءت اتحاد الكوره واللاعبين والجهاز الفني قد ما اقول انه احنا مجتمع كبير ومجتمع فيه 100 مليون ويهم كل واحد فينا نوضح الحقائق، و لان احنا عايشين في مجتمع مش مصر لوحدها، مصر في بلد كبيره في الوطن العربي وفي العالم كله وفي متابعات كثيره، ويجب ان احنا نوضح بعض المسائل اللي بتمس اي مواطن مصري. الحقيقه انا كنت اتمنى ان احنا نبقى في مدينه كازان، المدينه احنا جايين نعمل فتره اعداد كده في رمضان. مدينه كازان كان ليها شرف ان انا افتح الاستاد بتاعها، وهي دوله اسلاميه او جمهوريه اسلاميه اسف، احدى الفدراليات السوفيتيه، وكنا حطينا في جزء الاحتياطي، انما كانت بعض الدول التي تاكدت انها هتبقى في كاس العالم من مده طويله قوي حجزت اماكنها، يعني المانيا والبرازيل ودول كثيره. احنا ما كانش عندنا القدره ان احنا نحط ده لان منتظرين التصفيات. بدات الاقاويل ان على حقوق الانسان وان حقوق الانسان في مشكله في الشيشان، انما احنا زي ما قلت لحضرتك احنا كاتحاد مصر لكره القدم بنتكلم في رياضه فقط وليس في دين او سياسه. وبالتالي كان من الواجب علينا ان احنا نسال
يا جماعة احنا لو اتحركنا من هذه المدينة عشان مش عايزين مشاكل، هل دي تؤثر على العلاقات المصرية الروسية ولا لا؟ وبالتالي كان في اتصالات على اعلى مستوى، ونحن فضلنا ان احنا نفضل في المكان، لان لو كلكم رجعتوا بالذاكرة بعد 30/6 كان الاتحاد السوفيتي والسيد رئيس بوتين اول من وقف مع مصر، وان هي كانت موجودة في الليستة اللي موجودة للاختيارات. يعني احنا ما جبناش مدينة من بره وقلنا احنا هنروح فيها، لا، دي كانت موجودة في احدى المدن الاختيارات. ولو كان طلب مننا الاتحاد الدولي او اللجنة المنظمة ليا بين العلاقات ما بين العلاقات المصرية الروسية، وده مهم جدا لانها علاقات تاريخية وأثرية، وزي ما قال يمكن رئيس بوتين في اول كلمة ليه في الفترة اللي فاتت دي، ان قال ان الشعب الروسي يعلم ثقافة الشعب المصري جيدا وله علاقات طيبة، فاحنا يجب ان نكون حساسين في ردود افعالنا اتجاه المسألة دي. ان محمد صلاح ابن من ابناء الانتخابات الوطنية، انما المشاكل اللي بتحصل في الرعاة مشاكل طبيعية جدا، انما الحقيقة محمد كان موجود معنا وكان حريص انه يؤدي المباراة بشكل كبير. انا كعضو اتحاد دولي ورئيس اتحاد المصري لا استطيع ان ادخل على دور اللاعبين الا من خلال بطاقة التعارف بي، انها بتتاخد بتحط على مؤشر، وبهذا المؤشر بيسمح لي بالدخول في دور اللاعبين او لا، او في دخول الاوتيل من اصل في المدن اللي كنا فيها، عدا مدينة سان بطرسبرغ اللي الاوتيل فيها كان اوتيل كبير جدا في 300. وما يمنعش ان برضو الزملاء اللي موجودين وكان عندهم تحرك دقة في هذه المسألة، ممنوع اي مواطن يدخل دور في المنتخب. انا بقول ما دخلتش دور اللي فيه المنتخب الإقامة اثناء ما كنا قاعدين في مدينة سان بطرسبرغ. اهلا بحضراتكم من جديد. سمعنا معاكم يعني جانب من الكلمات اللي اتكلم بيها الباشمهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد كرة القدم عن بعض الاسئله وبعض الحقائق او بعض الاتهامات اللي بيتم توجيهها الى المنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018. استاذ جمال، عايز اسمع راي حضرتك وتعقيبك على الكلام اللي اتكلم بيه الباشمهندس هاني ابو ريده. بص، هو طبعا كابتن هاني ابو ريده كشخص له كل الاحترام، وهو انسان هايل يعني انا بحترمه وبحبه، بس هو الاعتراض هنا مش على كلامه، هو الاعتراض على انه احنا بنتقبل الاعتذار من حيث المبدا، تمام، ده شيء جميل، تمام، ولكن احيانا الاعتذارات لا تفيد لانها بتبقى بعد فوات الاوان، تمام، خرجنا ولعبنا بشكل مش كويس وحققنا نتائج غير جيده. المشكله كلها الحزن، زي ما اتكلمنا عن 90، الحزن مش بس عشان احنا خرجنا، لا، عشان كان ممكن نبقى احسن من كده. يعني بص على بمزيد أنا... بدون قطع كلامك، لا اتفضل، بمزيد من الانضباط وتضييق دائره الناس المحيطه بالمنتخب. يعني انا هديك مثال صغير قوي، الله يرحمه كابتن الجواري، كنا في مالاوي في افريقيا، كان هو مدير فني وكان معاه كابتن محمود سعد، تمام، اللي هو مدير فني اتحاد الكره، دكتور محمود سعد، وكان رئيس البعثه كابتن عصام عبد المنعم، وكان عضو مجلس اداره اتحاد الكره. قبل اول ما وصلنا احنا كنا حوالي 4-5 صحفيين، كابتن عصام له صفتين، صحفي كبير وايضا رئيس البعثه. لقيناه واحنا على الغدا او اول غدا هنتغدى هناك، احنا حاجزين كلنا في الاوتيل مع المنتخب، تمام، حجز لنا، لقيناه نزل قبل البعثه كلها وقاعد على ترابيزه، حجز لنا ترابيزه لنا نقعد فيها من غير بقى تعليمات وورق، ولا هو تصرف، وقال يا جماعه انا رغم ان انا رئيس البعثه هقعد معاكم اكلنا كله هيبقى في الترابيزه دي، وعلى بعد كده ترابيزه المنتخب، اللعيبه والجهاز الفني والكلام ده. فما سالناش، بس هو وضح من غير ما نسال، طبعا قال لنا، لان الكابتن الجوهري اثناء
المعسكرات وما بيحبش يكون على مقربة منه وهو قاعد مع اللعيبة أي صحفيين عشان يبقى على حريته تماما مع اللعيبة. مع اللعيبة طبعا طبعا. يعني على سبيل المثال هو قالها، يعني أنا فاكر إن اتقالت بهذا الشكل، وسألنا الجوهري الله يرحمه وقال لنا كده، قالك ممكن لعيب أنا أعمل له شوية رز قد كده عشان الزيادات، فهو هيزود بالظبط، هو ممكن يشتمه بالظبط، فما ينفعش يشتمه قدام الصحفيين. ودلوقتي السوشيال ميديا لو أي يعني حرف خرج من أي حد بيتم نشره بسرعة، تصوير أبلود شير. ولذلك كان بيخلص قعدته هو مع المنتخب وكل حاجة، وفجأة وإحنا قاعدين في اللوبي أو في أي مكان نلاقي الكابتن جوهري جاي وقاعد معانا، خلاص خلص خلص المهمة. بس هناك فصل كامل بين الإعلام، مفيش حاجة اسمها إعلام يعمل كواليس. كواليس إيه؟ أنت مش رايح طب عايز أسألك سؤال على موضوع الكواليس وموضوع الإعلام، وبرامج ترفيهية وإعلانات قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان، ما ده برضو بيفك. طيب يعني طبعا هكمل مع حضرتك، لكن نروح نشوف ونسمع زمايلنا النقاد الرياضيين ورايهم ورايهم عن المؤتمر الصحفي، واكيد كان في بعض الاسئله، فبالتالي هنروح ونتابع التقرير التالي مع حضراتكم وارجع نكمل معاكم. طبعا هي امر جريء من استاذ هاني ابو ريده ان هو تاني يوم على طول يعني مؤتمر صحفي يواجه الاعلام والجماهير الغاضبه، لكن برضو كان لازم يبقى فيه اهتمام اكتر بالناحيه التنظيميه، وان ما ينفعش يبقى فيه المشاحنات دي بينه وبين يعني بين الزملاء الصحفيين وبعض اعضاء اتحاد الكره او المسؤول الاعلامي لاتحاد الكره فيما يخص امور التنظيميه، سواء في الاسئله او المايك او الحاجات دي. المؤتمر واضح ان الاساس فيه ان هو الرد على الاتهامات الخاصه بالامور الماليه، سواء في عمليه بيع التذاكر او الامور الخاصه بالاقامه وتكاليف الاقامه والحاجات دي، يعني الاساس كان ان هو الرد على الامور دي. في بعض النقاط ما عرفناش اجابه عنها، زي ليه هل من الاحترافيه ان يبقى في مسؤولين من اتحاد الكوره في التمرين الرئيسي لمنتخب مصر قبل ماتش روسيا داخل الملعب بيتصوروا بالموبايلات، هل ده من الاحترافيه؟ حتى لو مسموح للاعلام ان هو يغطي 10 دقائق، هل المفروض اتحاد الكوره يبقى موجود في الملعب وبيتصور؟ ما خدناش رد عن فكره قبل مباراه مصر والسعوديه يتم الاعلان عن بيع 2 من نجوم المنتخب لاحد الانديه، بعد كده التراجع عن هذا الامر، وكيف تعامل اتحاد الكوره مع هذا الامر؟ ما سمعناش برده رد. موضوع كوبر هو كده كده الراجل عقده انتهى فما تمش تجديد ليه، فمش محتاج مؤتمر اعلان عن ده. اختيارات الجهاز الفني كان فيها بعض المجاملات، شفنا لعيبه كانت تستحق انها تبقى موجوده في المنتخب، بالاضافه الى فكر الجهاز الفني نفسه اللي احنا حسيناه في المباريات ان هو رايح مجرد تكريم، مش رايح يؤدي او ينقل صوره مشرفه للكره المصريه. اللاعبين كان وضع عليهم برده نفس الكلام، كان استهتار جامد جدا، ما شفناش الروح اللي كانوا بيلعبوا بيها في امم افريقيا، ما شفناش الالتزام، ما شفناش ان اللعيبه عايزه تعمل حاجه، لا هي اللعيبه رايحه تتكرم في كاس العالم، وده كان واضح جدا على فكرهم وعلى شكلهم في الملعب. بكل تاكيد مدير فني اجنبي. بصيت على الساحه دلوقتي ما فيش بصراحه، يعني حتى الاسماء المطروحه او اللي بيتم الترويج ليها، اذا كان الكابتن حسام البدري، اذا كان الكابتن حسام حسن، اذا كان الكابتن حسن شحاته، من وجهه نظري شايف ان الثلاثه مش دي المرحله بتاعتهم، مش المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، مش مرحله مدرب مصري حاليا، والثلاثه مش على مستوى المنتخب الوطني، ليهم انجازات وليهم بصمات في الانديه اللي دربوا فيها. الكابتن حسن شحاته بعيد بقاله فتره، الكابتن حسام في اخر تجربه ليه مع المنتخب الاولمبي، مدرب كبير طبعا ومدرب قدير، لكن برضه في الفتره الاخيره في توتر في العلاقه ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي بشكل كبير. الكابتن حسام حسن برضه تجربته ناجحه مع المصري، ولكن تجربه المصري تختلف عن تجربه المنتخبات. انا مع بشكل كبير جدا ان انا نجيب منتخب اجنبي في الفتره الجايه، ويكون منتخب اجنبي ليه اسم، مدرب اجنبي انا اسف، ليه اسم ومدرب اجنبي اشتغل في افريقيا، عارف الاجواء الافريقيه عامله ايه، ومدرب اجنبي يعرف قيمه المنتخب المصري والمنتخب المصري عايز ايه. يعني كان واضح ان كوبر لما جه وتلاقينا ثلاث مرات ما مصعدش افريقيا، فكان ما كانش عارف قيمه المنتخب المصري
المصري قوي، فعشان كده ما ظهرتش فيه الكره الجماليه بتاعه المنتخب المصري وقوه المنتخب المصري. فانا طبعا مع المدرب الاجنبي، ولازم يكون مدرب اجنبي اسم كبير جدا، ويكون مدرب اجنبي سي في قوي جدا في افريقيا. اتحاد الكره عليه ان هو يجدد هذا المؤتمر الصحفي خلال اسبوع الاقصر، يتم خلاله عرض التقارير الفنيه والاداريه والماليه، وعرضها بشكل يكون يعني مليء بالشفافيه وبوضوح، حتى عشان الراي العام والاعلام يعرف من المسؤول الحقيقي عما حدث. انا كناقد رياضي او كاعلامي ومن خلال متابعتي للاتحاد الكره والمنتخب، انا شايف انه الجهاز الفني واللاعبين يتحملوا المسؤوليه الاكبر من هذا الاخفاق. يعني انا شايف انه اتحاد الكره بالغ في ان هو يعمل للراجل اللي هو عايزه اللي هو مستر كوبا. اتحاد الكره كان بيدلعه بشكل مش طبيعي، فيلا، عربيه، رحلات واجازات في اي وقت هو محتاجه هو واسرته. يعني الجهاز الفني لمنتخب مصر للاسف الشديد يعني ركز في حاجات بعيده عن الكوره، ركز انه يظهر في قنوات اعلاميه وقنوات فضائيه بمقابل مادي، ركز في الاعلانات، ركز في ان هو يجامل بعض اللاعبين، وان هو يعني يكون في اختيارات مش 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 بناء على المستوى الفني في الملعب، وده اللي للاسف افتقدناه بعد أم الجابون. لازم انا لما اجي اختار حد اختاره وفق معايير، واعرف المعايير اللي تم الاختيار بيها في كل شيء، في اختيار في منصب، في جهاز فني، في كل الامور دي كلها. شايف ان الفتره اللي جايه لازم يكون في لجنه فنيه في اتحاد الكوره تشتغل وتخطط للكره المصريه، يبقى في مدير فني مش مدير فني احنا نختاره علشان احنا بنحب او بنكره، لا، يبقى في مدير فني هو اللي يختار الاجهزه الفنيه وهو اللي منوط بالعمل الفني، يبقى معاه لجنه فنيه ومعاه جهاز فني لاتحاد الكوره شانه شان الاتحادات العالميه. المدير الفني اللي جاي انت هتحدد مدير فني مصري، يبقى انت عايز منه مهام معينه، او مدير فني اجنبي عايز منه برضو مهام معينه. انت عاوز ايه الفتره اللي جايه؟ هل بتعد جيل الاربع سنين اللي جايه لكاس العالم، ولا انت برضو عاوز تنتظر كل 28 سنه او كل فتره يطلع لك منتخب يشارك بالصدفه؟ لا، لازم تحدد وفق اسس ومناهج علميه. انت عندك رؤيتي لازم نستخدم العلم ونبعد عن المحسوبيه. اهلا بحضراتكم من جديد، وسمعنا كلمه او تقرير عن راي الساده الصحفيين في المؤتمر الصحفي اللي تم عقده عصر اليوم في مقر الاتحاد، وكلام كتير حول مونديال روسيا 2018. استاذ جمال، يعني تعليق حضرتك على اراء بعض الصحفيين والنقاد عن المؤتمر الصحفي اللي تم عصر اليوم. والله بص، هو طبعا واضح انه الناس ما كانوش مبسوطين من المؤتمر نفسه. هل من توقيته ولا من رد الفعل على اللي تم طرحها من جانب الساده الصحفيين؟ هي طريقه اداره المؤتمر تمام برضه مش مظبوط. طب هل حضرتك شايف ان هو ما كانش وقته، او ما كانش ده الوقت المناسب؟ يعني كان ممكن يؤجل يوم يومين ثلاثه لحين ترتيبه بشكل كويس. كان واضح ان في احتقان جامد جدا طبعا من جانب الساده الصحفيين في المؤتمر. طبعا ما فيش كلام. وبعدين انا مش عايز اتحاد الكره، بس انا سمعت حاجه برضه يعني لازم احط تحتها خط. تمام، ارجو ان اللي اكون سمعته ده صح، ان هو الكابتن هاني بيقول هيشتكي للمجلس الاعلى للاعلام من الاداء الاعلامي اثناء المونديال. مين هيشتكي مين؟ انا مش فاهم. انا يعني انا عايز اعرف يعني. طب احنا نشتكيهم لمين؟ احنا نشتكي المنتخب لمين لما احنا هنتحول؟ يعني بالظبط عامله زي ايه؟ يعني هنسيب المونديال ونتائج الفريق ونتكلم على الاداء الاعلامي؟ وبعدين الاداء الاعلامي ده كم صحفي كان موجود هناك؟ مين اللي مختارهم؟ يعني اكيد في تنسيق ما بين. لا ده اسئله مهمه. انا ما اعرفش اجاوبها. لا هي اسئله مهمه بمعنى ايه؟ طبعا ان انا باخد اخباري وانا في مصر من الاعلام هناك. تمام، الاعلام المصري اللي موجود هناك. تمام، مظبوط. والاعلام المصري اللي موجود مع الفريق بياخد اخباره من جوه معسكر الفريق. تمام، يبقى نلوم الاعلام اللي في مصر ازاي؟ يعني مش فاهمها يعني يا واصله لك الفكره؟ ايوه طبعا طبعا طبعا. طيب لو هنوصل لان انت يا باشمهندس هاني هتشتكي للمجلس الاعلى للاعلام ونحن نحترمه لا لشيء الا لاننا نحترم مهنتنا. تمام، مش خوفا ولا رياء ولا اي لا حاجه. لا طبعا اكيد. انما هنسيب الموضوع ونشتكي الاعلام؟ يعني هو الاعلام ده يعني كده يعني مثلا؟ يعني مثلا انت لعبت وحش
وانا اتضايقت. هتحاسبني يا اخي ان انا اتضايقت؟ لا طبعا. لا في ايه؟ انا مش فاهم. اكيد لا ده. اكيد لا اكيد من لا يعني يعجبك انت؟ لا طبعا يعني اكيد. عارف اللي بيتفرج على مسرحيه وما عجبوش الممثل الممثل يقوم يضربه زي فريد شوقي في لا طبعا بدايه ونهايه؟ اللي انا عارفه يا استاذ جمال، يمكن كلاعب كره قدم انا بالنسبه لي المستطيل الاخضر هو ده مهنتي، هو ده شغلي، هو ده اللي بيحكم عليا ان انا كويس ولا وحش. لكن الجمهور والصحفيين والنقاد شغلانتهم ان هم يكتبوا، سواء كتبوا وحش وانا استاهل فده حقهم بالظبط، وهم طبعا جزء كبير جدا من المنظومه. الصحفيين والاعلاميين دول يعني اكيد قدرهم كبير جدا وهم سبب. طب انا هقول لحضرتك على حاجه ثانيه، قدر المشهور. طب انا هقول لحضرتك على سيناريو ثاني، لو كان المنتخب كسب مباراه السعوديه ما كانش هيبقى فيه مؤتمر، وما كانش هيبقى فيه نقد، ولا حد كان هيتكلم على سلبيات، ولا حد هيتكلم على ايجابيات. لكن للاسف الخساره ده حاجه يعني في حياتنا العامه، ان الخساره دايما هي اللي بتبين اي حاجه، والمكسب بيداري على كل طبعاً السلبيات. لا فبالتالي يعني رونالدو، ميسي، كل الناس في العالم بيتم نقدها، لكن هناك نقد بناء، نقد هدام، دي يعني ليها علاقه بالصحفي او بالناقد الرياضي. لكن طبعا انا بتفق مع راي حضرتك ان من حق الجمهور المصري ان هو يتضايق، ومن حق الصحفيين والاعلاميين ان هو كل واحد يتكلم. احنا متضايقين، احنا بنشجع مصر، احنا مش اهلي وزمالك بالزبط. فبالتالي يعني دي النقد البناء والنقد الهدام موجود في كل العالم. روح بقى على الصحافه البريطانيه، تمام، هتلاقي في صحف شغلتها الاثاره. انجلترا معروف، ايوه، يعني هي عايشه على كده. طب يعني ما هو المشاهير لازم يتعاملوا، تمام، يعني طالما انا خرجت من بيتي وبقيت في منصب عام، تمام، اتحمل، لازم ابقى عرضه للنقد وارد واوضح، تمام، وهكذا. يعني تمام، ما فيهاش، تمام، اللي مش عاوز ينتقد ممكن يستريح يعني. ما طيب استاذ جمال، اخد حضرتك من المؤتمر الصحفي للجيل الحالي لمنتخب مصر، حضرتك شايف ايه اللي ممكن يحصل في مستقبل الكره المصريه؟ بص يا بيه، اول حاجه احنا مش عايزين نذبح المنظومه كلها، تمام، يعني هناك اخطاء، تمام، اذا لم يستقيل اتحاد الكره، اذا لم يستقيل اتحاد الكره، اذا هو ما حسش ان هو مسؤول عن النتائج دي، واذا هو راها شيء عادي، يبقى في المرحله القادمه لازم يغير اداؤه. يعني الشركات الراعيه تقوم دائما بمساعده الاتحادات والرياضيين، مظبوط، يعني ده دور لا يمكن نكرانه، تمام، لكن لازم زي ما مثلا بيطلب من الشركات الراعيه انها تنظم مباريات وديه، تمام، هو بيلبي لك هذا الطلب، تمام، وبيعمله مشكورا طبعا، كويس، ده طبعاً دور مهم جدا. لكن لا يجب أن في الادوار كل واحد يعمل دوره، الدور بتاعه، تمام، يعني بمعنى انه بس انا ما اعرفش هل هم هيستمروا ولا يستقيلوا. المؤتمر ما قالش، يعني ما هو قال ان احنا مش هنستقيل. طب ايه راي حضرتك نروح ونسمع الاستاذ خالد لطيف عضو مجلس اداره اتحاد الكره، ونشوف وجهه نظره وكلامه بعد المؤتمر الصحفي، تمام، ونرجع نكمل مع حضراتكم. هي وجهة نظر الاتحاد المصري لكرة القدم في توضيح الحقائق. الأمور أعتقد بقت واضحة بنسبة كبيرة جدا لكل الإعلام، واعتقادي الشخصي أن الفترة القادمة هتستلزم فيها المزيد من المؤتمرات الصحفية زي ما قال المهندس هاني أبو ريدة لتوضيح أكثر للحقائق بالأرقام بالمسندات. دعونا كل الجهات الرقابية زي ما هو قال لفحص كل ما هو له علاقة بالأمور المادية والمالية والإدارية الخاصة بكأس العالم، ونتمنى إن شاء الله
ان احنا تمر هذه الازمة على خير. بعتذر للشعب المصري مرة اولى وتانية وتالتة بالنيابة عن زملائي من اعضاء مجلس الادارة. بوعدهم زي ما حققنا انجاز بوصولنا لكاس العالم 28 بعد 28 سنة اعتقاد الشخص ان شاء الله هنفكر كيف نطور من كرة القدم المصرية ومنتخبنا الوطني والاستعداد لتصفيات كأس الامم الافريقية في المباراة القادمة ان شاء الله والوصول لكاس العالم 2022. اعتقد ان القصة بتقترب من المدير الفني الاجنبي، وزي ما قال الباشمهندس هاني النهارده هناك العديد من السيرات الذاتيه بتدرس باستفاضه وبدقه من حازم امام، واعتقادي هيتم عرضها على المجلس في اقرب فرصه ممكنه، ثم يتم الاختيار ان شاء الله مدير فني اجنبي لمنتخبنا الوطني. ومن لا يلدغ من الجحر مرتين. اعتقادي الشخصي كلنا شفنا الاخطاء، عرفناها، حطينا ايدينا عليها، مفيش خطا بيستخبى النهارده، مفيش معلومه بتستخبى. أكيد احنا عرفنا فين الأخطاء وأكيد هنصلحها وأكيد هنتفاداها في الفترة القادمة. أهلا بحضراتكم من جديد، وتقرير مع الأستاذ خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وكلام مهم عن مستقبل اتحاد كرة القدم وأيضا اعتذاره للشعب المصري وتحمل المسؤولية بالكامل. أعتقد أستاذ جمال أن هي شجاعة طبعا ايضا زي ما قلنا الاستاذ او الباشمهندس هاني ابو رضا ان هو اعتذر، ودي حاجه اكيد مقبوله. نفس الشيء مع الاستاذ خالد لطيف انه اعتذر وده شيء مقبول، لكنه اتكلم ايضا على وجهه المدير الفني القادم وهي اجنبي. هل حضرتك شايف ان ممكن او 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 يعني تحب ان المدير الفني الاجنبي يكون بقى عنده خبره بالكره الافريقيه ويعني وشويه من المعلومات عن الكره المصريه، زي مثلا ما المغرب استعانت بهيرفي رينارد عنده خبره قبل كده مع زامبيا ومع كوتيفوار؟ هل حضرتك شايف ازاي يكون اختيار المدير الفني الاجنبي؟ بص، هو الاختيار اعتقد ان هم اميل للمدير الفني الاجنبي، تمام، لان ده هيريح اولا الاتحاد، تمام، في حالة استمراره يعني من اختار ليه ده واختار ليه ده، ما لانه في طب ما ده اتقال لما كان كوبر كان موجود واتسأل، زي اختيار شيكابالا، اختيار ليه ما تمش دفعه طيب مكان عبد الله السعيد، لو انت بتقول انك واخده مكان عبد الله السعيد فكده ولا كده المصري بيسأل والصحفيين هيسألوا كله هيبقى لا بيسأل. يعني اقصد ان هو يعني هيعفيهم من الحرج، تمام، مع المدربين المصريين، تمام يعني هيعفي اتحاد الكوره، تمام، انه فلان له ناس عايزينه وفلان ده له ناس عايزينه. اعتقد ان مجلس اداره الاتحاد هيتفق على اجنبي بطريقه اسهل، يعني الاتفاق على مدرب اجنبي قرار سهل بالنسبه للاتحاد، اسهل من اختيار المدرب المصري. طيب. يعني لو جينا قلنا مثلا يعني عوده حسن شحاته، تمام، مثلا حسام حسن، تمام، حسام البدري، تمام، فلان تمام، هيحصل خلافات داخليه بين اعضاء المجلس، صح، هيبقى القرار مش سهل يعني. ف اعتقد ان اللجوء للمدرب الاجنبي هو الحل اللي هو يضمن مباشره الاستعداد للمباريات القادمه من غير مشاكل. يعني المدير الفني الاجنبي حضرتك شايف ان هو الانسب لمستقبل الكره المصريه؟ بس لازم يكون طبعا زي ما حضرتك قلت عنده خبره افريقيه، ده لازم يكون برضو السي في بتاعه كويس، يعني كبار من المدربين الكبار، مش مدرب صغير يعني. لا طبعا، لكن انت برضو بتختار بناء على بطولات، عمل ايه، مشواره ايه. انا في سؤال جه في بالي دلوقتي حضرتك، هل في فرق ما بين مدرب منتخبات عن مدرب انديه؟ طبعا لانه مدرب النادي يعني اللاعب معاه كل يوم، وهو اللي هو يعني بالزبط. من اول السيزون لاخر السيزون عايش معاه. لا، والمدير الفني ودايره الاختيار بالنسبه له للعيبه اوسع، لازم يكون هو متابع اكتر لكل الفرق. يعني مثلا هو بيختار من 18 فريق، كل فريق 25 بالإضافة للاعبين الأجانب المحترفين المصريين المحترفين يعني. فمهمة يعني إعداد المنتخب أعتقد أنها أصعب، لأنه بيختار من قماشة
رغم انها قماشه واسعه بس مفروض عليه، انما لازم يختار الافضل. يعني مثلا ما يحصل لناش زي ما حصل ايام كوبر. كوبر اقتصر على مجموعه معينه، ما خرجش بره هذه الدايره، فدي مشكله برضه. طيب عايز اخد حضرتك من منتخب مصر ومن الازمات الى المنتخبات العربيه في بطوله كاس العالم والاخفاقات اللي احنا شفناها في معظمها في الوقت بدل الضائع، ومعظمها بسبب سوء المستوى. عندنا منتخب المغرب، عندنا منتخب السعوديه، عندنا منتخب تونس، ومنتخب مصر، اربع اخفاقات والخروج من دور المجموعات. ما سبب اخفاقات المنتخبات العربيه؟ بص، هم السبب الرئيسي في رايي انه المنتخبات العربيه في العقليه بتاعه اللاعب العربي والاتحادات العربيه المسؤوله عنها عندهم الطموح الاول والاخير الوصول للمونديال. يعني ما عندهمش نقطه ما بعد الوصول للمونديال، الطموحات قليله جدا. يعني هو اقصى حاجه ان هو يجيب هدف في كاس العالم مثلا. يعني احنا برضو من ضمن الدعاية الغريبة جدا ان انت كأننا رايحين كاس العالم عشان نحطم رقم كابتن مجدي عبد الغني، زي الهدف اللي جابه بتاع كان مين، بنما باين، كان بنما في انجلترا 6-1. أيوة. لما احتفلوا بالهدف احتفلوا، احنا نقول بقى مجدي عبد الغني عندهم هناك. ما هو انا بقول لحضرتك يعني الموضوع كان، احنا كنا رايحين عندنا هدف ان احنا اول حاجه نصعد الى دور 16. لم يحدث. عايزين نحقق فوز، لم يحدث. وبالتالي ايضا المنتخب المغربي. طب هل حضرتك شايف ان تقنيه الفيديو او تقنيه الفار زي ما هي متسميه في كاس العالم ظلمت المنتخبات العربية زي منتخب المغرب؟ لا، أنا شايف إن هي يعني ساعدت الحكام، يعني ساعدت الحكم. طب يعني المنتخبات العربية تحديدا؟ لا بصرف النظر عن إنها ظلمت أو لم تظلم، هي مفيدة لأنها يعني عارف إيه؟ فاسيليتي أو إمكانية أو تسهيل لأداء الحكم. يعني لما يشك في حاجة ممكن يعيد مشاهدتها. فهي ميزة يعني، بدليل ارتفاع عدد أهداف الدور الأول عموما. طبعا. يعني حتى الآن وضربات الجزاء مثلا. لأنه بيشوف اللعبة، ما هو دايما كان الخلاف بيبقى يعني عليها. يعني ركلة جزاء السعودية الثانية أمام منتخب مصر، هل هي ركلة جزاء ولا لا؟ برضو ما هو لازم في الآخر هو هيبقى تقدير الحكم. يعني الفار ملوش علاقة بده. لا انا بتكلم على يعني التقنية نفسها بترجع في النهاية لمين؟ للحكم. الحكم هو صاحب القرار في الأول. أيوة. في الأخر. يعني عايز أقول إيه؟ هي عنصر أو عامل مساعد يا كابتن عمر. يعني بيدي فرصة للحكم للتأكد، واخد بالك؟ إذا كانت اللعبة صح غلط، حتى وهو بياخد القرار يبقى متأكد ولو بنسبة أكبر من النسبة اللي هو لو شافها مرة واحدة. يعني في اللعب العادي لا، ممكن يروح يتأكد منها. أستاذ جمال، رأيك في منتخب المغرب اللي أنا يعني شخصيا شايفه من أفضل المنتخبات، وأنه اتظلم في وجوده مع أسبانيا والبرتغال من البداية. يعني من البداية إحنا نعلم أن المجموعة مجموعة قوية جدا، ويعني حتى المنتخب المغربي يعني اتخطف او خطف نفسه امام ايران، هدف عكسي في الدقيقه الوقت بدل الضايع. يعني اعتقد دي برضو احبطت منتخب المغرب، لكن كبداية يعني. لكن حضرتك راضي عن اداء منتخب جداً. المغرب الفني. طيب نروح لمنتخب تونس. راي حضرتك في اداء تونس؟ وعايز اقول لحضرتك معلومه ممكن يكون كتير مش عارفينها. منتخب تونس بكره عنده لقاء امام منتخب بنما. تمام. منتخب تونس واخد 2 حراس مرمى بس. الاثنين اتصابوا. ففي بكره لاعب من منتخب تونس هو اللي هيكون حارس منتخب المرمى. مشكله. فخر الدين بن يوسف. فطبعا مشكله. فعايز اعرف راي حضرتك في اداء المنتخب التونسي خلال مشواره، وايضا وقوعه في مجموعه صعبه جدا وقويه جدا. طبعا. البدايه لمنتخب تونس كانت قويه من وجهه نظري أمام انجلترا،
وقدموا عرض انا شايف ان هو متوازن. تمام. رغم فوز المنتخب الانجليزي، السقوط بقى امام بلجيكا هو اعتقد يعني انا ما كنتش اتوقع انه يبقى بهذا بهذا الشكل يعني. بالشكل ده. يعني منتخب بلجيكا منتخب قوي يضم نجوم كتير جدا، لكن لم اتوقع انه النتيجه تبقى 5-2. نتيجه تقيله. وبرضو يعني ده يعني يعود الى تفوق نجوم زي هازارد لوكاكو، يعني لعيبه من العيار الثقيل زي ما بيقول. يعني طبعا بص يا استاذ يعني جمال، طبعا احنا متعودين على ان دايما الدوله اللي بيكون فيها دوري قوي بيبقى منتخبها ضعيف. منتخب بلجيكا الدوري بتاعه او اللعيبه اللي متواجده بتلعب في اقوى الدوريات اللي في العالم، وعرفوا ان هم يطوروا نفسهم بالزبط. فبالتالي عندهم منتخب قوي عكس منتخب انجلترا اللي معظم الدوري لعيبه مش انجليز، وبالتالي بنلاقي منتخب انجلترا طبعا جدا يعني. طيب ناخد حضرتك لمنتخبات افريقيا. تمام. منتخب نيجيريا والسنغال لا يستطيع، او انا شايف ان هو لا يستحق الخروج من دور المجموعات. تماما. ادى اداء قمه في الروعه. صحيح. اول منتخب افريقي صعد لكاس العالم في مجموعه صعبه جدا، معاه يمكن الجزائر، معاه زامبيا، معاه منتخبات قويه بس فيهم ميزه بقى. تمام. نيجيريا والسنغال. السنغال طبعا يعني يعملوا يعني في صمت يعني هم بيلعبوا بشكل يعني انا بحس ان الفرق العربيه مثقله يعني بتلعب واللعيبه دماغهم مشغوله ب 500 الف سبب وحكايه كانهم يعني حكموا مثلا بعد ما يرجعوا يعني بيلعبوا مش على حريتهم يا عمر يعني تحس ان هم الافارقه ادائهم في ارتياحيه اكتر وحريه اكتر يعني بيلعبوا بجراه اكتر يعني غير المواهب طبعا. يعني انت عندك في الفرق العربيه ما فيهم مواهب كبيره طبعا لكن ينقصنا الجراه والشجاعه في الاداء وعدم الخوف من ان يعني برضو انت لو لعبت على انك عايز تتعادل ماشي هتخسر طبعا يعني لكن انت على المكسب لكن على المكسب هقدم كره جميله وممكن لكن السنغال لها فرصه ما زالت تتوقع ان بكره منتخب السنغال امام منتخب كولومبيا القوي جدا من وجهه نظري واللي اتظلم في المباراه الاولى قادر على تخطي منتخب كولومبيا عنده بكره السنغال هتلاعب كولومبيا بكره السنغال 4 نقاط وكولومبيا 3 نقاط واليابان واليابان عندها أربعة. ايضا 4 هتلاعب يمكن بولندا اللي ما عندهاش ولا نقطه واليابان غالبا هتكسب بولندا او هتتعادل بس هتصعد يعني طيب حضرتك شايف منتخب السنغال قادر على الفوز ما هو على منتخب كولومبيا عنده برضو زي ما قلت لحضرتك لعيبه فيهم شباب وعنده فرصتين تعادل او المكسب بالظبط فوارد جدا ان هو يقدر ينجح في المهمه دي يعني ان شاء الله طب في الاخر يعني اخر سؤال بقى لحضرتك تتوقع مين يفوز ببطوله كاس العالم بعد المستويات اللي احنا شفناها من جميع المنتخبات بص يعني اولا بص المانيا دي انا بطلت اشجعها خلاص كنت بحبها خلاص كده كل ما افكر اشجع تطلع يعني مش بسببي يعني لا انا عارف بس ايه يعني هو فريق بيكسفوك لا هو فريق اصلا مكن طبعا لما في مكنه بتفك ما بيعرفوش يرجعوا وده اللي حصل لهم وادى الى الخروج يعني لكن مين قريب صعب برضو يعني اقدر اقول بلجيكا كرواتيا البرازيل كرواتيا طبعا عامله تمام لكن انا بحس انه الفوز ببطوله كاس العالم يعني محتاج خبره اكبر مش هنتفاجئ لو لقينا في النهائي منتخبين زي المكسيك والبرتغال بعد ما شفنا الاداء الرائع من كل المنتخبات اللي موجوده او كرواتيا والبرتغال او لا كرواتيا لا انا والمكسيك. اتوقع انه ممكن يبقى المربع الذهبي فيه مفاجات يعني لغايه المربع الذهبي ممكن يبقى فيه مفاجات يعني صعب لا اتوقع النتيجه حاليا نركز بقى معاهم الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني استاذ جمال بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا اتشرفت انا والله سعدت بوجودي معاكم ربنا يخلي حضرتك وسلام الكابتن رضا يوصل ان شاء الله اكيد يعني بينا لقاءات كتيره جايه ان شاء الله على قناه الاهلي يعني بعد ما كنا مع حضراتكم مع الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير وواحد من الاساتذه الكبار في عالم الرياضه المصريه هنروح لتقرير مع الجماهير المصرية عن رأيهم
في مين هو صاحب الفوز او مين صاحب فرصه كبيره في الفوز بالمونديال، وارجع اكمل مع حضراتكم واستقبل ضيفي والناقد الرياضي ايضا الشاب عمر عبد الله. نروح للتقرير وارجع اكمل مع حضراتكم. والله هو التوقع بتوقع الشخصي كان اتمنى يبقى بالماتش النهائي بين بلجيكا والمانيا البرتغال ان شاء الله. كريستيانو كراجل قائد للفريق بتاعه تقريبا هو بيلعب بروح عاليه، فريق متماسك، خلى الناس كلها تشجعه تقريبا حتى اللي معاه او ضده بيحب البرتغال. ارشح المانيا لان المانيا من الفرق اللي هي متماسكه جدا، فيها لعيبه على مستوى عالي جدا رغم التعثر اللي هم بداوا فيه في الاول، لكن هو فريق متماسك وبيعرف يعود بسرعه، فالمانيا هي المرشحه القوه، بعديها فرنسا والبرتغال. انجلترا شايف انها فرقه شباب وعندهم الامكانيات اللي تساعدهم انهم يوصلوا للنهائي وياخدوا البطوله. انا متوقع النهائي يكون ما بين البرتغال والمكسيك والبرتغال تقدر تحسم. اتوقع المانيا. البرازيل موجود فيها نيمار وموجود فيها مارسيلو وموجود فيها كوتينهو، يعني فيها لعيبه مشهورين كتير وادائهم عالي. شايف انها حاجه سوء، يعني ما لهاش اي فايده لان فيها اقول لك كوسه، يعني كوسه لانه امبارح انا شفت ماتش الارجنتين كره ضربه جزاء 100% وراح الحكم ورجع، بعكس اللي حصل في مصر. مصر ما كانتش ضربه جزاء، كانت مشكوك فيها واتحسبت. ده هو انا يبدو ان الفيفا ليها هدف انه الارجنتين تكمل في اللعبة، لان امبارح نيجيريا ما تستحقش انها تخرج. يعني طبعا التقنيه دي او تطور التكنولوجي، بس هي افقدت المتعه الحقيقيه، لان هي المتعه الحقيقيه في كره القدم ان لازم في اخطاء. ثانيا بيدي لك احساس وايحاء ان دي معمول الناس الكبيره، للفرق الكبيره بس تبقى معاهم ضد الفرق الصغيره. تقنيه الفيديو دي معموله اصلا للناس الكبيره بس، يعني الدول الصغيره ما لهاش مكان اصلا وسط الناس الكبيره دي خالص. يعني شفت حضرتك ماتش بتاع روسيا مروان حسن لما اللاعب المدافع بتاع روسيا جابه ووزنه في الارض ولا الحكم شاف اي حاجه ولا اي حاجه. في ماتش السعوديه طبعا تفاهم طبعا، يعني اللي نشوف بعدها بقد ايه جابوا الكوره وحسبوها. يعني ما انا مش عارف، انا يعني اصلا مافيا دي في كل حته. والله هي بتخدم الفرق الكبيره بس، يعني لو الماتش كله خطا وقفنا الماتش عشان الحكم راح يشوف الفيديو اكيد مش هيقف كل كوره، انما اغلبيه الفرق طبعا كده هتتظلم، لان اكبر دليل ماتش مصر وروسيا احنا كان لينا ضربه جزاء بتاعت مروان محسن وما وقفتش، وطبعا بعديها في ماتشات تاني وبيروحوا يروحوا يشوفوا. اساسا اليوم ضربتين جزاء، فتقنيه الفيديو مش حلوه خالص السنه دي. ملهاش اي لازمه في كاس العالم، لا بتفيد فرق كبيره ولا بتفيد فرق صغيره، وفي كذا فاولات بتبقى المفروض تتحسب وضربات جزاء المفروض تتحسب. ارجنتين البرتغال كل المنتخبات ليها ضربات جزاء ما تتحسبش، تتحسب على مزاج الفار بقى. يعني هي تقنيه المفروض تبقى كويسه، بس هي يعني اوضحت ان هي بتساعد الفرق الكبيره اكتر، وان هي كمان على مزاج الحكم. يعني الحكم لو قرار زي ما تقول بيتكسف يرجع في قراره، فما بيعتمدش على الفار يعني. بس لكن هي لو استخدمت بشكل صح هتبقى حلوه يعني. اهلا بحضراتكم من جديد، وشفنا وسمعنا راي الجمهور المصري في تقنيه الفيديو او بمسماها في كاس العالم الفار. معايا طبعا ضيفي وضيف حضراتكم الناقد الرياضي المتالق عمر عبد الله. ازيك عمر؟ ازيك يا عمر حبيبي؟ وحشني والله. كله تمام؟ وحشني والله الحمد لله. يعني اكيد هاخدك من تقارير اللي احنا شفناه وسمعناه عن رايك، هل تقنيه الفيديو للكبار فقط والمنتخبات الصغيره ما لهاش مكان
في تقنية الفار من قرارات تحكيمية في المونديال؟ لحد دلوقتي لو في المونديال تحديدا في مشكلة شوية مع الحكام في التعامل مع قرارات الفيديو، مع التنسيق مع حكام الفيديو. ابرز قرار كان موجود طبعا طرد كريستيانو رونالدو الصريح، اللي بعد ما الحكم راح وشاف ان هو مخطئ رجع اداله انذار. هي ما ينفعش انذاريه قانونا، ضرب بالمرفق طرد. تمام، طالما شفتها ضرب مرفق اطرده، شايفها حاجه تانية ما يعني خلاص مش خطا اصلا، لكن طالما احتسبت الخطا لازم تبقى طرد. لكن في المجمل تقنيه الفار مفيده، يمكن انا عشان بتابع الدوري الايطالي شويه بشكل كبير، وهي اتنفذت السنه دي لاول مره في الدوري الايطالي، قللت اخطاء بنسبه 98%. كانت نفس المشاكل اللي بتحصل دلوقتي بتحصل في بدايه الموسم، بتحصل في بدايه الموسم بالدوري الايطالي، لان الحكام لسه ما تدربوش عليها، الحكام ما خدوش ازاي يبقى في زي ما بيقولوا سينك كده ما بينهم ما بين عربيه البث اللي بره اللي الحكام التانيين بيتكلموا منها. في بدايه الموسم كانت الحاله الواحده بتاخد من دقيقه لدقيقتين، نفس اللي بنشوفه في كاس العالم. في نهايه الموسم كانت بتاخد حوالي 30 ثانيه، فهي عشان ما يبقاش الحكم عليها مطلق، هي لحد دلوقتي فيها مشاكل فعلا في كاس العالم، فعلا فيها بعض المحاباه للفرق الكبيره. الحكم بعد ما بيروح وبيشوف على ما بياخد الوقت ده بيبقى عنده شويه توازنات، ده كريستيانو طب ما انا عايز اقول لك يا عمر، هل الحكم بيحس ان القرار منه وما ينفعش ان كلامه يتكسر، فبالتالي بياخدها كده بنوع من انواع الحساسيه لما بيجي يحسم قرار؟ الحكم اللي مش متعود على الفار بيحسها كده فعلا. يعني انا حسبت اللي مش متعود على الفار، انا بقول لك انا عشان عشتها في الدوري الالماني والدوري الايطالي وانا بتابع الدوري الايطالي قوي، في بدايه الموسم كان الحكم اللي بياخد قرار بيبقى صعب عليه انه يرجع فيه، لكن في قرارات طبعا تبقى واضحه وصريحه غصب عن لازم يرجع فيها، لكن بيبقى صعب عليه انه يرجع فيها شويه. لكن هو في المطلق لا، مع التدريب مع الحكام، مع ان الحكم ازاي يعرف يتعامل مع الحكم الفيديو اللي قاعد في الغرفه المغلقه اللي قدامه الشاشات، الحكم ممكن كتير ما يلجاش ان هو يروح يبص، بياخد بودنه بس. لا، مع التطوير ومع تدريب الحكام عليهم، لانها زي اي حاجه في الكوره هي محتاجه تدريب، الحكم برده بيتدرب زي اللعيب ازاي يبقى يعرف ياخد القرار بتاعه. لكن هو حتى هذه اللحظه الحكام لسه ما وصلوش للبرفكشن فيها او درجه الكمال فيها، لكن هي بتقلل الاخطاء بنسبه كبيره جدا، وده اللي حصل السنه دي في الدوري الايطالي. بقول لك 98% نسبه طبعا اخطاء قلت في الدوري الايطالي هذا الموسم مع تقنيه الفيديو. شفت النهارده يمكن بعد اكثر من 80 سنه منتخب المانيا ما خرجش من دور المجموعات لبطوله كاس العالم، يعني من سنه 1938 اعتقد لحد 2018 منتخب المانيا متواجد في بدايه من دور ال 16 لكاس العالم. منتخب المانيا خرج بعد هزيمه، يعني مش عارف من وجهه نظرك هل هي هزيمه مستحقه او غير مستحقه. عايز اعرف رايك في مستوى منتخب المانيا في بطوله كاس العالم، وهل خواكين لوف بدا ان هو يفقد خلاص او خلص كل حاجه مع منتخب المانيا، وان منتخب المانيا محتاج تغيير دماء؟ المنتخب الالماني وخواكين لوف تحديدا هو ما فقدش فنيا قد ما فقد نفسيا، فقد السيطره على اللاعبين، فقد السيطره على معسكر المنتخب الالماني في الفتره الاخيره. خواكين لوف عنده مشكله كبيره جدا، معسكر المنتخب الالماني اتقسم لثلاث معسكرات، معسكر مساند لحارس المرمى مانويل نوير اللي بيلعب اساسي، معسكر تاني مساند لاندريه تريشتيجن مارك اندريه تريشتيجن اللي لعب الموسم كله ولم يشارك بشكل اساسي، معسكر ثالث متعاطف مع لوروا ساني اللي تم استبعاده قبل بدايه الموسم قبل بدايه كاس العالم مباشره. كل المعسكرات دي اتقسمت في داخل المعسكر المنتخب الالماني، وده اضاع اهم ميزه في الكره الالمانيه. انت دايما يعني انت لسه بتقول ان احنا من سنه 38 لحد النهارده ما خرجوش ابدا من الدور الاول. ليه؟ المنتخب الالماني دايما طول عمره لو عنده مشاكل فنيه فهو دائما وابدا منضبط وملتزم ومنظم. هو السنه دي عنده العكس، عنده مواهب كتير، عنده لعيبه كبار كتير زي توني كروز، زي اندرياس مولر، عنده لعيبه توماس مولر ناس، عنده لعيبه كبار جدا، ولكن ما عندوش الانضباط، خسر الناحيه الانضباطيه اللي عنده. ولو احنا بصينا بشكل عام على كاس العالم هنلاقي ان اكتر 3 4 منتخبات خرجوا او كان شكلهم وحش في المونديال حتى لو فيهم واحد مكمل هم اللي عندهم مشاكل في المعسكر. لو هنتكلم على المانيا عنده مشاكل في المعسكر خواكين لوف من بدايه اعلان القائمه واستبعاد لوروا سانيه واعلانه ان هو هيلاعب. هل يا عمر خواكين لوف دماغه نشفة كمدير فني وحط في دماغه الموقف اللي لوراي ساني عمله في كاس القارات لما تم استدعائه وهو قال ان انا مش هبقى موجود لسبب من او عندي اصابه فما جاش، وبالتالي لعب مع مانشستر سيتي وبالتالي شال الموقف ده فحب انه في كاس نفسه.
ان غياب لورو اساني كان باذن من الجهاز الفني. كون ان ده كان تصريح للتجميل وهو الولد نفسه او اللعيب نفسه راح من نفسه ما اتكلمش مع الجهاز الفني، فخلاص انت اعلنت للاعلام ان الراجل ده واخد اذن ان هو هيغيب. طبعًا. فخلاص ما ينفعش تيجي تعاقبه بعد سنه بقى، ما ينفعش تيجي تعاقبه في كاس عالم. طب لو انت هتعاقبه ليه ضميته في المباريات الوديه؟ وحتى لو عايز تعاقبه يبقى انت كده لازم تتعاقب اقصى منه، لان انت عندك احسن لاعب شاب في الدوري الانجليزي واستبعدته فخرجت من الدور الاول، وانت المانيا انت قوه عظمى، انت حامل لقب كاس العالم. فاعتقد ان الموضوع كله ان خواكيم لوف حصلت له كده هزه، قالك انا هعتمد على اهل الثقه، انا مش هعتمد على اهل الكفاءه. انا اللي بيبرز لي الموضوع ده واللي بيبرز لي القراءه دي انه ليه اهل الثقه مشاركه مانويل نوير. مانويل نوير 9 شهور مصاب ولا مباراه في الدوري الالماني، ما لعبش ماتش، تاخده تلعبه اساسي. انا كنت لسه هقول لك طبيعي. طيب هل انت شايف ان دي فيها تحيز كبير جدا لمانويل نوير؟ طبعا، وتجاهل تام لتير شتيجن اللي واخد بطولتين طبعا، ومتالق جدا. يعني انت لو مدير فني تلعب نوير ولا تير شتيجن؟ اكيد هلاعب واحد زي تير شتيجن، اكيد رجله في الملعب، ده الف به كوره، وانت لعبت كوره وعارف. يقول لك لاعب سليم حتى لو اقل من اللعيب المصاب، ما لعبش لعيب جاي بقاله 9 شهور ما عندوش حساسيه مباريات. مباراه النمسا كسبت المانيا وده ديربي ما بعده ديربي يعني بالنسبه لالمانيا، خسروا بخطئين من مانويل نوير او على الاقل خطا من مانويل نوير. انا كنت لسه هقول لك مانويل نوير اخطاؤه زي ما انت شفت. هل النهارده الهدف الثاني، النهارده الهدف الثاني انت بقى في نص ما هو طلع قال مش فارقه 1-0 زي 2-0 الثاني ازاي انت دلوقتي الهدف ده دخل ولعبت بعديه دقيقتين. انت الدقيقتين دول كان ممكن انت تحرز التعادل على الاقل، على الاقل كان يعني المشهد كان هيبقى افضل من كده. قراراتك في الملعب، هو بعيد مانويل نوير من اعظم حراس المرمى في اخر 10 سنين طبعا بلا اي جدال، محدش بيشكك. بس جوه البوكس ما يطلعش هو، لا هو بس عنده مشكله شويه انه عايز يبقى يعني بيكن باور مثلا الاعلى. بس انا شايف عمر ان هو يعني مانويل نوير مش اللاعب، يعني دايما سياسه جوارديولا ان هو عايز حارس مرمى بيعرف يلعب كوره عشان يبني مع الفريق من تحت. هل انت شايف ان دي موجوده في مانويل نوير؟ في البيلد اب هو في الكفرنج، في الكفرنج هو عشان الفرقه بتلعب هاي بريشر خالص، الفرقه اللي هو بيلعب يعني بايرن ميونخ والمانيا بتلعب هاي بريشر، فاخر مدافع بيبقى قدامه ب 30 40 يارده. شفنا النهارده في كذا كوره الكوريا هو اللي بيغطي، هو في الكفرنج. لكن في البيلد اب هو ما عندوش الحته اللي مثلا زي عند ايدرسون في مانشستر سيتي. لكن هو في المجمل ان انت يبقى عندك حارس مرمى متالق زي تير شتيجن، في الاول وفي الاخر احنا بنتعامل مع بشر عمر، وانت لعيب برده تاني هقول لك انت لعيب كوره عارف، احنا بشر وانت صاحبي واحنا مع بعض في معسكر واحد. لما اجي المدير الفني يجي يقعدك انت عشان خاطر واحد ده هو شايف ان هو احسن منك وانت بتلعب رجلك في الملعب وبطل مع فريق كبير زي برشلونه، غصب عني هيحصل ما بيني وما بين نفسي مهما كنت محترف، انا مش آلة، هيحصل بيني وبين نفسي شويه لا اللي بيحصل ده غلط. فبالتالي النفوس ما كانتش صافيه في معسكر المنتخب الالماني، ومش عايزين نتريق على الكلمه دي ان المانيا النفوس مش صافيه. فعلا اي منتخب هيبقى فيه لغط في غرفه الملابس، احنا اي فرقه بالظبط، اي فرقه في العالم فيها لغط في غرفه الملابس الفريق بيحصل له هزه، لان اخر حاجه بتحصل في الملعب هي اول حاجه الجمهور بيشوفها اللي هي الملعب. طيب انا عايز اخد تعليقك على نقطه يمكن اخدت بالي منها في المونديال، ان دايما اي مدير فني بيعند ومش بيتعلم من اخطائه بيفشل. طبعا كوبر، خورخي سان باولي، ده قصه ده لوحده، وخواكيم لوف، طبعا الثلاثه عندوا في طريقه لعب في تشكيل. على سبيل المثال ناخد بما ان احنا بنتكلم على المانيا، نتكلم على المانيا نص ملعب منتخب المانيا. طبعا جوندوجان واحد مش من الناس اللي موجوده في نص الملعب، وكان ناس بتطالب ان هو يكون موجود، اعتمد على كروس وسامي خضيره. مولر مش موجود في هجوم المانيا، بنلاقيه على مقاعد البدلاء، ومفيش خطوره حقيقيه لهجوم المانيا في الثلاث لقاءات اللي احنا شفناها. هل انت شايف ان فعلا المدير الفني كل ما بيعند وكل ما بيقول انا صح بيحصل في الاخر فشل زي ما قلت لك على الثلاث مدربين؟ انا بعتبر الارجنتين خرجت، بس هي طلعت صدفه وتوفيق لاسباب كتيره جدا، يعني من ضمنها بقى ايه يعني ميسي بقى عشان خاطر ما يزعلش ويكون موجود. فانت شايف الكلام ده صح ولا راي مدرب وعنده ورؤيته هي اللي بتمشي في الاخر؟ هي بص في كاس العالم تحديدا بتبان لان الفتره قصيره، يعني واحد زي مورينيو عنيد بس انت علمت ترمي على 38 ماتش فممكن تمشي معاك 10 ماتشات وتقع 3 4 ماتشات، فانت ما تاخدش بالك من 3 4 ماتشات. لكن انت في كاس العالم زي ما بيقولوا الدفع كاش، مش هتاجل، فوقت ما بتغلط وقت ما بتدفع. ده اللي حصل مع مدرب زي يوخيم لوف. يوخيم لوف كمان مش عنده في تشكيله الفريق او تركيبته، انت عندك مشكله في خط الهجوم. احنا تقريبا بنتكلم على حاله مماثله مع فارق المستوى الرهيب طبعا عشان نركز على مع فارق المستوى الرهيب ما بين مصر والمانيا. انت عندك مشكله في قلب خط الهجوم، ما خدش فاجنر لاعب بايرن ميونخ،
اللي هو كان راجل دولي ولعب مع هوفنهايم ولعب مع بايرن ميونخ في الفتره اللي فاتت ولعب معاك ماتشات وديه جيت قبل كاس العالم استبعدته وخدت ماريو جوميز اللي كان بديل ونزل النهارده. فانت عندك مشكله في قلب الهجوم وبرده ما حلتهاش. عندك تيمو فيرنر لاعب لايبزيج بتلعبه جناح. عندك اثنين في خط النص مصمم ان انت تلعب باثنين، الاثنين ما فيهمش فيهم هولدنج ميدفيلدر، تلعب باثنين شبه بعض بيكملوا. ده توني كروس اللي سانده في مدريد ريال مدريد هو كاسيميرو ما عندوش، واللي ساند الناحيه الثانيه خضيره في يوفنتوس هو بيانيتش اللي هو الهولدنج ميدفيلدر اللي على الدايره. انت حطيت اثنين ما بيعرفوش يلعبوا الحته دي، فدايما خط وسطك متاخد منك او خط الوسط متاخد منك. ولو بصينا هنلاقي ان الهدف الثاني لكوريا النهارده الحته اللي ما بين خط النص، الهدف الاولاني الانفرادات اللي كانت قبل الهدف الاولاني، الحته اللي ما بين خط النص وخط الظهر، الانفرادات اللي ضيعتها كوريا، هدف المكسيك الاولاني هجمه مرتده، الحته اللي ما بين خط النص وخط الظهر. فبالتالي انت عندك مشكله في الحته دي وانت ما عالجتهاش عشان ما ضمتش اللعيب اللي يقدر يعمل الموضوع ده. الموضوع ده زائد الاختيارات اللي انت عملتها زي ما بقول لك، استبعاد دور وثاني اصله مش مندمج مع المجموعه، يعني ما هو ده دورك كمدير فني. بص منتخب المانيا خسر او منتخب المانيا حصل له كده بسبب ظلم اثنين لعيبه، واحد زي تير شتيجن مش موجود في حراسه المرمى، وايضا ساني كونه افضل لاعب شاف في الدوري الانجليزي فطبيعي حتى وجوده ان انا استعين بيه على مقاعد البدلاء زي الارجنتين مع ايكاردي وعدم الدفع بديبالا. يعني لسه عايز اقول لك الموضوع ده ان هي الفكره بقى بره الملعب، لان دول مستوى عالي جدا جدا، عشان الناس ممكن تيجي تقول لك يعني انتوا قاعدين بتقطعوا في واكيم لوف وبتاع. احنا مش بنقطع، احنا بنتكلم كلام هم بشر كوره يعني. كوره في الاول وفي الاخر دي كوره. 1+1=2، 1+1=2 في التنظيم، النتيجه دي بتاعت ربنا. انت بتتكلم منتخب زي الارجنتين عنده نفس الفوضى اللي في منتخب المانيا، عشان كده هو بالمنظر ده. انت ما خدتش ايكاردي، انت راكن ديبالا، انت بتلعب اجويرو بالمزاج، يعني نفس القصه، نفس طيب. الفوضى اللي موجوده هنا هي اللي موجوده هنا. طيب طبعا كلامنا عن الارجنتين وخواكيم لوف، لكن يعني ميسي افضل لاعب في العالم اكيد حقق ارقام قياسيه. لكن قبل ما اتكلم معاك على ميسي والارجنتين وخورخي سان باولي، تعال يعني هنروح نشوف تقرير عن ميسي وارقامه القياسيه بعد مباراه امس امام نيجيريا، وارجع اكمل مع ضيفي وضيف حضراتكم عمر عبد الله. حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدة أرقام قياسية في ليلة إنقاذ التانجو من خطر الخروج المبكر من كأس العالم 2018 الذي تستضيفه روسيا، وذلك عقب قيادته الفريق لتحقيق فوز عصيب على نيجيريا بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات للمونديال، لتحتل الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط خلف كرواتيا المتصدرة ب9 نقاط. ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل وهو ناشئ، وذلك بمونديال 2006، فضلا عن أهدافه التي أحرزها خلال نسخة 2014 إلى جانب هدفه في مونديال روسيا الذي سجله بمرمى نيجيريا وهو في سن 31 من عمره في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي. ميسي بات ثالث أرجنتيني في التاريخ يسجل في 3 نسخ مختلفة بكأس العالم، وذلك في 2006، 2014 و2018 بعد الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا في 82 و86 و94 وجابرييل باتيستوتا في 94 و98 و2002. احتل ميسي المركز الرابع من حيث أكثر اللاعبين الأرجنتينيين مشاركة في تاريخ كأس العالم بواقع 18 مباراة بالتساوي مع ماريو كيمبس بفارق لقاء عن خافيير ماسكيرانو صاحب 19 مواجهة والمتصدر مارادونا ب 21 مباراة. بات استاد سان بطرسبورغ الروسي الذي احتضن مواجهة الأرجنتين ضد نيجيريا هو الملعب الذي احتفل برقم 100 والذي سجله ميسي في البطولات الرسمية خلال مسيرته مع برشلونة ومونتجو. ثالثة على التوالي في تاريخ كأس العالم بعد الإسباني أندرياس أنيستا في مونديال 2010 حينما سجل في شباك شيلي، والبرازيلي نيمار بنسخة 2014 وذلك في مرمى الكاميرون. أصبح مونديال روسيا البطولة رقم 23 على صعيد الأندية والمنتخبات التي لا يخرج فيها ميسي من مرحلة دور المجموعات، وذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم وكوبا أمريكا ودورة الألعاب الأولمبية. يواصل
يمثل ميسي أرقامه القياسية، حيث بات اللاعب الذي قام بأكثر المراوغات في تاريخ كأس العالم منذ مونديال 66 ب 107 مراوغات، محطما رقم مارادونا صاحب 105 مراوغات. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم ومع ضيفي وضيفكم عمر عبد الله، وكلامنا على ميسي والارجنتين. هل انت شايف ان ميسي مظلوم مع منتخب الارجنتين، وان هو متحمل المسؤوليه كامله، وان الجمهور والصحافه والاعلام متحملين عليه؟ السبب الرئيسي في الموضوع ده خورخي سامباولي. خورخي سامباولي بمنتهى الوضوح. طب ازاي خورخي سامباولي يا عمر بعد ما كان متالق مع تشيلي، يعني وطبعا عمل حقق بطولات مع تشيلي، ان هو يعني يكون عنده الكوارث الفنيه اللي موجوده في تشكيل منتخب الارجنتين وحتى في اختيارات اللاعبين؟ لان في تشيلي ما كانش مطالب باللي مطالب بيه في الارجنتين. منتخب تشيلي انت مطالب ان انت تعمل فرقه كويسه تنافس، قدرت تكسب الحمد لله، ما قدرتش عادي مش مشكله. انت تشيلي الارجنتين انت لازم تلعب تكسب كاس عالم. ده اول نقطه. تاني نقطه، انت ما عندكش لعيب زي ميسي. سان باولي من اول يوم تقريبا كده حد قال له في ودنه يعني ايه، خليك مع ميسي هتكسب. الراجل ما بيعملش اي حاجه غير لما بيمحورها حوالين ميسي، وده مقبول بس مش صح. يعني طبعاً انا ممكن اسمع النجم اللي عندي، بس ما احطش الفريق كله حوالين لاعب واحد بس مهما كان. يعني احنا شفنا تصريح اجويرو بعد مباراه كرواتيا، الراجل المراسل بيكلمه بيقول له خورخي سامباولي طلع قال ان انتوا ما استوعبتوش الخطه ولم تساعدوا ميسي. رد واحد زي اجويرو، الراجل هداف تاريخ مانشستر سيتي وبطل دوري انجليزي، لعيب جامد، يعني لعيب كبير جدا، قال له انا مش مهتم يقوله. فبالتالي احنا لقينا اجويرو بعد كده احتياطي امبارح، قعدوا على الدكه. فخورخي سامباولي هو اللي محمل ميسي اكتر من طاقته. ميسي نجم كبير جدا، وميسي لعيب يعني في حل ان احنا نتكلم عنه او ندافع عنه. طيب، ولكنه مضغوط. لو اخذتك في مقارنه ما بين فالفيردي وتعامله مع ميسي في برشلونه، وخورخي سامباولي مع ميسي في الارجنتين، ازاي الاثنين بيضربوا نفس اللعيب بس ده بيخرج احسن حاجه فيه، وده حاطط عليه ضغط كبير جدا وتحمل فوق طاقته، وبالتالي بنشوف ميسي مع منتخب الارجنتين مش هو ده ميسي اللي مع برشلونه. بغض النظر عن الفرق التكتيكي، ان ده بيلعب بطريقه 4-4-1-1، حرر ميسي وحطه تحت الفيرود وغير شكل برشلونه 4-3-3 التاريخيه، ان هو يحطه في منطقه تديله مساحه تحرك عرضي وطولي. الناحيه الثانيه فالفيردي مش محمل ميسي كل مسؤوليه الفريق. يعني انت النجم كله، بس انا مش محملك كل حاجه في الفرقه، انا بمحورها عليك وبكلمك انت وباخد رايك انت لدرجه ان تعمل فرق ما بينك وما بين زمايلك. ده اللي عامله سان باولي. سان باولي شبه مكره اللعيبه في ميسي. يعني لعيب زي ديبالا بغض النظر عشان انا يعني بحبه او هو لعيب كويس او ما كانش ينفع ان انت تنزله 10 دقائق، او ان انت تعلن تماما ان ديبالا ده بره عشان خاطر ما ينفعش يلعب هو ميسي في الملعب. ده دورك، ده دورك كمدير فني اللي توفق الموضوع للأسف ده. للاسف انا يعني انا اللي انا عارفه ان دايما اي مدير فني قوي الشخصيه وعنده رؤيه فنيه وعايز ينجح بيكون مبسوط ان في عدد من النجوم طبعا تحت قيادته، طبعا وبالتالي يبدا ان هو يوظف، ممكن يغير طريقه لعب عشان خاطر يشرك. طيب ايكاردي، انت من وجهه نظرك شايف ان سبب عدم وجود مع منتخب الارجنتين ده ايه؟ يعني هل خورخي سامباولي مش مقتنع مثلا بامكانياته؟ لا خالص، بالعكس، خورخي سامباولي كان مقتنع بامكانيات ايكاردي. ليه ما ضموش؟ لان هو ايكاردي مكروه في الارجنتين. اللي عمله ايكاردي والقصه الشهيره طبعا بتاعت واندا نارا، طبعا مش مشكله انه عمل كده، الارجنتينيين خجلانين من انه عمل كده مع ارجنتيني، فهم شايفين ان هي خيانه ابناء بلد واحده. يعني لو كان ايكاردي كده عمل نفس الواقع مع لعيب ايطالي كانش هينفع، كنت عادي جدا كنت هتشوف ايكاردي ده اساسي في الارجنتين. لكن هم الارجنتينيين متضايقين ان ايكاردي عمل كده مع ماكس لوبيز، زائد ان ماكس لوبيز كان مقرب جدا من ميسي في برشلونه، ده كان في لاماسيا وده كان في الفريق الكبير. ايكاردي مش هيلاقي مكان مع الارجنتين غير لما يقدم فروض الولاء والطاعه والتوبه لكل الارجنتينيين، ويتصالح مع ماكس لوبيز. وبالمناسبه على فكره اتصالحوا، يعني حصل صلح في الفتره الاخيره دي ان هم لازم يتصالح مع ماكس لوبيز، وماكس لوبيز نفسه يعلن ان هو عفى عنه. ميسي محطوط في ضغوط كبيره جدا، متحمل استبعاد ايكاردي، متحمل شق الصف اللي ما بين اللعيبه وما بين بعضها، متحمل قعده ديبالا على دكه البدلاء، متحمل ان هو بيختار سالفيو عشان خاطر صاحب ميسي، بيختار ميركادو عشان بيخدم على كل الكلام ده سببه خورخي سامباولي. انا اول مره في حياتي اشوف ميسي بينط يفرح بهدف هو مش جايبه بالطريقه الهستيريه اللي حصلت امبارح بعد هدف رخو. الراجل عارف تماما انه لو الارجنتين خرجت مفيش حد في الدنيا هيلام بما فيها المدرب غيره هو، في الوقت اللي المدرب ده المفروض لازم يبقى درع واقي للاعيبته اللي في الملعب ويتحمل عنهم كل الضغوط.
يعني عمر اكيد انت عارف ان روسيا 2018 من اكتر مونديال اتحسب فيه ركلات جزاء، علشان كده هنروح ونشوف تقرير مع حضراتكم عن ركلات الجزاء في مونديال روسيا 2018. مع نهاية مباريات الأمس باحتساب ركلة جزاء لنيجيريا أمام الأرجنتين وأخرى لأيسلندا أمام كرواتيا، ارتفع عدد ركلات الجزاء في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا إلى 22 ركلة. مونديال روسيا سجل الرقم الأعلى من حيث ركلات الجزاء المحتسبة في نسخة واحدة طوال تاريخ البطولة، وخلال 36 مباراة التي لعبت احتسبت 22 ركلة جزاء، سجل منها 17 ركلة، بينما أهدرت 5 ركلات، واحدة ميسي وأخرى رونالدو وأخرى تصدى لها عصام الحضري حارس المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي في ختام مباريات الفراعنة في دور المجموعات وفي المونديال بشكل عام. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع ضيف حضراتكم عمر عبد الله علشان نتكلم معاه على مباراه السويد والمكسيك. هل انت شايف الثقه الزائده في المنتخب المكسيكي هي اللي ادت الى خسارته بثلاث اهداف مقابل شيء؟ هو ده المكسيك طول عمره، المكسيك دايما فرقه تخطف القلوب وما تخطفش النتائج من زمان جدا جدا. المكسيك وهي بتعمل كده، المكسيك خامس اكتر فريق مشاركه في تاريخ كاس العالم، 16 مشاركه في تاريخ كاس العالم من 21. في ال 16 مشاركه دول صعد دور الثمانيه مرتين بس، ومرتين على ارضه. طول عمره بيقدم اداء كويس جدا، ولكنه بيجي في اللحظات الحاسمه اللي زي النهارده ويضحي بكل شيء. النهارده لولا فوز كوريا على المانيا كان المكسيك اوت رغم الاداء الكبير اللي في اول مباراتين. في نفس الوقت احنا مش عايزين يعني السويد دي حظها وحش قوي، يعني خرجت ايطاليا خرجت هولندا في الاول، قال لك اصل جيل هولندا وحش، راحت مخرجه ايطاليا في الملحق قال لك اصل فينتورا وحش، راحت مخرجه كسبت اول مباراه ليها في المونديال قال لك اصل مش عارف. لا السويد مخرجه، وخرجت المانيا كانت سبب بالظبط، انا كنت لسه بقول لك وكسبت اول مباراه ليها في كاس العالم يعني امام كوريا، وقال لك اصل المنتخب الكوري ضعيف. لا السويد منتخب محترم جدا، لازم الناس تحط عينيها عليه. هل زلطان لما اعتزل لعب دولي او تم استبعاده اثر بالايجاب على منتخب السويد 100%؟ يعني طب سر الكره اللاعبي منتخب السويد او مش كره، سبب ان هم مش حابين ان هو يكون متواجد معاهم؟ شخصيته طاغيه جدا، اللعيب الكره بتيجي في رجله بتتكهرب، اللعيب بيتكهرب. ابراهيموفيتش هو كل حاجه. والله لعيب هو كاريزماتيك، هو شخصيته طاغيه رهيبه. يعني هو عشان كده ما كانش فيه ما بين جوارديولا الكيمستري دي، هو عايز يبقى انا كل حاجه في كل حاجه في الفرقه وبتاعه والكلام ده. هو المنتخب السويد تحرر تماما من الضغوط اللي كان بيمارسها زلاتان، ونقطه مهمه جدا على فكره، عكس كل اللي احنا قلناه بقى على سان باولي بيعمله الراجل المدير الفني المنتخب السويد. ده كان صعبان قوي يا عمر النهارده، مدير المدرب السويد ظلم في مباراه المانيا النهارده ركله الجزاء يعني مستحقه، لم تحتسب. فبصراحه احنا دايما البشر بنتعاطف مع الجانب الضعيف، فكلنا كنا متعاطفين مع السويد من يعني لما جابت هدف واثنين وثلاثه. فراجل مدير فني يعني زي ما انت بتقول بالظبط، وانا كويس. انا كمان عاجبني جدا ان هو من بعد ما تاهل خلاص رسميا لكاس العالم وعدى المنتخب الايطالي، لا الراجل زلاتان بقى رجع وقال لك ايه، لا انا ممكن ممكن العب. الراجل كان صارم وصريح، قال له لا انا عندي مجموعه صعدت بيها، انا لو جبتك على الفرقه انا دمرت الفرقه، هدمرها. فهو الراجل لا الراجل وثق في لعيبته، اداهم كل الثقه، شال من عليهم كل الضغوط. فشفنا المنتخب السويدي ده، المنتخب السويدي ما صعدش عشان هولندا وحشه ولا عشان فينتورا وحش مع ايطاليا ولا عشان المانيا غير موفقه، لا المنتخب السويدي صعد وتصدر مجموعته عشان هو منتخب قوي ومنتخب منظم. وعلشان ايه بقى؟ يعني حظه انه مواجهة البرازيل. هل بقى يعني سريعا كده عايز اعرف معاك، بكره في مباراه او مباريات قويه جدا، لكن ابرز مباراه بالنسبه لي
هي مش بلجيكا ومش انجلترا، دي مواجهه محسومه يعني، يعني ممكن دول دول صاعدين. لكن السنغال وكولومبيا، كولومبيا في المباراه الاولى خسرت امام منتخب اليابان بسبب ركله جزاء وطرد طبعا يعني مضاعفة. من اول دقيقه. المباراه الثانيه فاجئتنا امام بولندا بثلاث اهداف، منتخب قوي جدا لعب منتخب مصر وشفنا اداؤه ايضا امام منتخب مصر. هل انت شايف ان منتخب السنغال يعني كنا من طبعا من مصر ومن افريقيا واكيد هنشجع المنتخب السنغالي قادر على التخطي المنتخب الكولومبي؟ عنده فرصتين السنغال، التعادل والمكسب. كولومبيا ده مكسب فقط، الفوز بس، الفوز بس عشان فرق الاهداف والنقاط طبعًا. لا المنتخب السنغالي لو تخلى عن العادات الافريقيه هيكسب، لو تخلى عن الفكره. هل ده حققه في المباراه الاولى والثانيه المنتخب امام منتخب بولندا واليابان؟ في المباراه الاولى، في المباراه الثانيه لم يتخلى عن العادات الافريقيه. اليابان اقل من بولندا، فهو لاعب بولندا لاعب اليابان وهو مش عامل لها الحساب الكافي. هو لما عمل حساب بولندا كسبها، قال لك دول ليفاندوفسكي وشتيزني ولاعيبه كبار وبيلعبوا في يوفنتوس بايرن ميونخ وبتاع، فانا ايه اديهم حقهم. فلما اداهم حقهم كسب، لما ما اداش المنتخب الياباني حقه تعثر بالتعادل. لو ما لعبش كولومبيا وادى المنتخب الكولومبي حقه هيبقى عنده مشكله كبيره جدا، لان الناحيه الثانيه كولومبيا مش 100% هتدي فول باور. يعني السنغال ممكن لو فنيا ممكن تقدر ان هي تكسب كولومبيا. منتخب اليابان هيفوز على بولندا بالسرعات اللي شفناها، بالسرعات اللي شفناها، بس برضو يعني منتخب بولندا فكك ولكن عنده لعيبه مميزين على المستوى الفردي. يعني ممكن يحاول يعني زي ما بنقول يحفظ ماء الوجه بنتيجه ايجابيه، بنتيجه ايجابيه، وان كان اليابان اقرب لانه طيب. عنده الدوافع طيب. الفنيه النفسيه. هل دي التجربه الحقيقيه للمنتخب الانجليزي والحكم عليه من خلال مباراته غدا امام بلجيكا، ونقدر نقول هل منتخب انجلترا قادر على الفوز بالبطوله ولا لا؟ هو في كل الاحوال هبدا معاك من الشق الثاني، احنا ما نقدرش نقول هو هيقدر يكسب البطوله ولا لا من ماتش في الدور التمهيدي، ولكن اول مباراه واختبار حقيقي فعلا لساوث جيت بالمنتخب ده، احنا مش هنقدر نحكم عليه قدام بنما، مش هنقدر نحكم عليه قدام المنتخب التونسي الشقيق. المنتخب التونسي كان عنده مشكله نفسيه برده، كان نازل مخضوض، نفس الخضه بتاعتنا وبتاعت السعوديه وبتاعت كل الفرق العربيه اللي بدات، كان نازل مخضوض. لكن اول مباراه حقيقيه هيواجهها المنتخب الانجليزي مع جاري ساوث جيت اللي كان جاي مدرب مؤقت بعد اللي حصل مع وهو عارف وهو عارف يكسب ما يخسرش مش عارف، وهم كمان هم مستقطرين عليه. يعني هو دايما يقول لك ايه لعيب لعيب النادي ده اللي هيجي من عند جوارديولا ولا مورينيو ولا عند كلوب، جاري ساوث جيت ايه اللي هيجي هيجي يوجهه وبتاع. هو الراجل كان جاي مؤقت بعد سام الردايس واللي حصل، فاول اختبار حقيقي للمنتخب الانجليزي مع جاري ساوث جيت نختبر بيه المنتخب الانجليزي وتشكيلته اللي لاول مره بتخوض كاس عالم بدون معلمين كبار كلهم شباب كلهم جيل واحد مع بعضه، مع مدرب لاول مره بيخوض غمار كاس العالم زي جاري ساوث جيت. عمر عبد الله الناقد الرياضي، يعني استمتعت بوجودك معايا واتكلمنا بشكل فني كبير على كاس العالم، وان شاء الله اكيد اشوفك معايا في لقاءات جايه كتير ان شاء الله. انت حبيبي عمر، انت عارف انا ببقى مبسوط جدا وانا معاك والله. ربنا يخليك. استمتعنا مع حضراتكم بضيفي طبعا الاول الاستاذ جمال الزهيري، بعد كده معايا الناقد الرياضي عمر عبد الله، اتكلمنا بشكل عام عن المؤتمر الصحفي لاتحاد كره القدم وايضا عن كاس العالم ولقاءات اليوم وغدا. ان شاء الله نشوفكم يوم الجمعه بكره، ان شاء الله هيبقى في ملك وكتابه، وبالتالي مش بنبقى موجودين مع حضراتكم يوم الخميس، نشوفكم يوم الجمعه في نفس الميعاد الساعه 10 بالساعه 12. ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الجمعة، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.